تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. إذن أجدد الترحاب بكافة المستمعين الكرام في هذا اللقاء التواصلي اللي من خلاله غادي نوصلوا النقاش ديالنا حول المواضيع ديال الساحة، لأنه البحث حدنا كثير، ولكن تيظهر لي بأنه يعني بزاف ما يتقال في الأمور اللي تحدثنا عليها. يعني ذكرنا على الشغاب، ذكرنا على رفض المزراوي وزياش العودة إلى الفريق الوطني، تحدثنا شوية على المباراة ديال الكؤوس الإفريقية، سواء كأس عصبة الأبطال أو كأس الاتحاد الإفريقي. اليوم غيضاف لهم يعني مواضيع أخرى، منها مثلا قرعة كأس العرش واللقاءات اللي سفرات عليها والمواجهات المرتقبة في حالة ما إذا مشات الأمور كي وفق تخمينات اللي تيشوفوها الجمهور الرياضي. أيضا كاين العقوبات اللي صدرت البارح بالنسبة للمباراة ديال الجيش الملكي مع المغرب الفاسي. بالنسبة للعقوبات، عقوبات يعني لما تقرأ بأنه العقوبات تبقى للمادة وللفصل والمادة، بمعنى أنه هذه عقوبات يعني احترمنا فيها المنطق. على كل حال، الجيش الملكي والمغرب الفاسي عندهم واحد 12 مليون سنتيم لكل واحد غادي يخلصها، داكشي ديال اقتحام ملعب واشي. على كل حال، 5 مليون في 5 مليون 2 ديال مليون. إضافة لكم الجيش الملكي غادي يتكلف بإصلاح الأضرار اللي تعرض لها المجمع الأمير مولى عبد الله. ثم المغرب الفاسي غادي يلعب جوج ديال المباريات بدون جمهور، والجيش الملكي ما تبقى من الموسم. وتظلي هذه وقيلة وأقصى عقوبة، لأنه وقيلة كانت شي مرة كانت 4 أو 6. على كل حال، هذه ممكن نناقشوا هادشي هذا. المهم، أنا من البارح قلت بأنه تنهاية الموسم، لأنه خرج غير هكاك ماشي باب التقدير. علاش؟ لأنه حدث بحال هكا ما خصناش يعني نخليوها تدوز. يعني كل ما كان تشديد، كل ما أنك ترغم على الإنسان على أنه يضبط راسه. المواضيع اللي تنقشو، يعني كل واحد كيفاش يشوف، ولكن خلينا نقول بأنه يعني البرنامج، الفلسفة ديال البرنامج، الهدف منها هو المساهمة. نحاول نساهمو بالأفكار، وتنقول أودي بأنه ماشي يعني واحد اللي وراء الميكروفون بوحدو اللي غادي يعطي الأفكار بحال بوحدو ولا عارف. تنقول أودي راه كاين المستمعين نستافدو منهم، حيت كاين اللي تيقول شي كلام مزيان. أنا عندي الواتسابات بزاف قريتهم، خصوصا لصحاب الواتساب، قلت واحد الأمور اللي غادي يعني نلخصها أو نتعرض لها كاملة. فالفلسفة ديال البرنامج هو هذا النقاش، ونحسوا بأنه الناس كاينة أفكار، كاينة ديال الإصلاح. المسألة ديال التشخيص الآن واضح، يعني ماشي غنزيدو مثلا غنزيد نحللو يعني الأسباب ديال هاد الظاهرة. كنسميها تنقلبو شنو الحل اليوم. هنذكروا على العقوبات. العقوبات هي كاينة الآن. أنا بالنسبة ليا الموضوع اللي بغي نهضر عليه ما بعد العقوبات، يعني انه نفكر واش هاد العقوبات غادا توقف هاد المسلسل ديال هاد الشغب. يعني هاد العقوبات نجيو نقولوا بان العقوبات كاين، هاد العقوبات الماليه والعقوبات الاخرى والناس اللي تعتقلوا غادي تعاقبوا، واش بهاد الاجراء هذا غنكونوا انتهينا؟ الناس سمعوا يعني نهاية الموسم، صافي راه في بداية الموسم المقبل إن شاء الله الناس غتدخل تفرج بأدب وتسبق وتخرج. راه هادشي اللي بغينا نوصلوا. أنا يعني تنقول شنو هما الأفكار اللي يمكن نطرحوا، كيفاش نخلقوا واحد التواصل ما بين يعني ما بين الجماهير وما بين يعني اللاعبين. نخلقوا واحد النوع من كنسميها يعني يحس الانسان بانه الفرقه ديالي بالفعل غنعاونها، سواء كانت خاسره او كانت رابحه. صراحه يعني تنشوف انا على برا، اللي تنشوف على برا تمنيت يوصل لبلادنا. حتى حنا بغينا نشوف فريق ديالنا منهزم في الميدان ديالو ب3-0 وصفقنا عليه. علاش؟ لانه كان ضعيف، ماشي لدرجه انه يمكن تقلق عليه، تيكون داك القلق وداك السبان، ولكن غير نحصروا يدينا على داكشي ديال التكسار والتهراس، وهادشي هو اللي صعيب.
اما الانسان تيسب راه كلشي يسب في العالم بيعزليه، راه ما كاينش شي واحد اللي يقول لك لا. شوف دابا واش واقع في باريس سان جيرمان، الناس يكتبوا في الحظوظ تيديروا، ولكن ما هرسوا حتى كرسي. هذا هو اللي بغيت نوصلوا انا، ماشي نقول الناس ما تتكلمش هاي ما تهدرش، لا ناقش كلشي، ولكن كيفاش خصنا نوصلوا للناس انهم بغين نهرسوا شي حاجه ما نهرسوا كرسي، كرسي ديالي وديالك. هذا هو القصد، راه ماشي القصد ديالي هو انه ما نهضروش على هادشي. تنقولوا شنو هما الوسائل اللي خصنا نديروا. انا كنت نقول مرارا، تنقول اودي خص تفرض واحد على اللعابه على انهم من نساء المباراه كيف ما كتمشي على الجمهور ديالهم يشجع، ماشي يشجعوهم يصفقوا عليهم. الباريس سان جيرمان تقصاو تقصاو، ومع ذلك ما قدوش يخرجوا من اللعب، مشاو للجهه ديال 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 الجمهور، علما بان الجمهور كان تيسبهم ماشي كان تيقولوا تبارك الله عليكم، ولكن كاين اللي غيصفق كاين اللي غادي يسب، يعني خلقوا يعني غير نوصل لدرجة انه راه حسينا بكم، ماشي تحني راسك وتخرج، راه عاد تتعصبوا. انا تنقول حاله، كاين اللي يقول لي داك اللي غايقول لي الامور اللي هي كبيره، لا كيشتي الامور اكبر من هذا، التعليم وهادشي هذا، هادشي حتى شي حد ما حيدو من 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 التربيه وهادشي هذا، ولكن هادشي ياخذ وقت كثير. تنقولوا حنا عندنا واحد الاستحقاق قريب، هذاك الاستحقاق شنو هو اللي حاجه اللي يمكن نديرو باش ترطب يعني الـ يعني الـ يعني الـ الامور، حيت لما تنذكروا بانه ولا الدور ديال المدرسه والدور ديال 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 الاسره وتندخلوا شي اعتبارات، هادشي هذا هو الاساس، راه ماشي نقول العكس، هذا هو الاساس، ولكن هادشي هذا ما تيتحققش في 24 ساعه، وانا عندي غدا مقابله خاصني نلقى لها. تنقولوا شنو الصياغ، نحيدوا القصرين ما يدخلوش، نزيروا ونديروا ما نعرف، يعني ما انا ما ضد رفع من الاثمنه ديال التذاكر، لانه الناس نعرفوا الناس مساكن تيبغيو الكره، الناس بوسطاء، ما نقولوش بان دايره 100 درهم ولا 200 درهم والا غادي نوليو عاوتاني تنديروا حتى الرياضه ما يدخلهاش، لا خاص شي طريقه اللي الانسان يمشي هذه المقابله ويتعود اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى يتعودوا على انه يعني نخرجوا من التهراس يبقى غير السبان. وريسا من حيت السبان في الكره عمره ما غادي يحيد، او ميسي صفروا عليه، نيمار صفروا عليه، علاش؟ لانه بالنسبه لهم قداش المهم، الرئيس ديالهم خليفي صفروا عليه، ليوناردو صفروا عليه، يعني هذا هو القصد، يعني ما نبقاو نحكيو على الشيء اللي فات، ما هذا رايي، ولكني نبغي نسمع اراء اخرى في يعني كنسميهم افكار اخرى يعني العلاج ديال الافه، يعني ما بعد نعتبروا بانه داز 3 شهور وسالات البطوله غتبان البطوله، غادي يدخل الجمهور عادي ما كاين حتى شي حاجه، عاوتاني يدخلوا ما غادي يعاود وتوقع شي حاجه اخرى، شنقولوا؟ ما استفدنا والو، يمكن لان ماشي اول مره يتوقفوا الملاعب. هضرنا على زياش وعلى المزراوي، وحتى شي واحد ما كاين في المغرب اللي تيقول اودي بان هاد اللعبه ما غيصلحوش للفريق الوطني، قلناها مرارا وتكرارا يصلحوا للفريق الوطني، علما بانه حنا ما ظهر بين هاد الجوج والمدرب تيعرفوهم غير هما بثلاثه، حنا توصلنا كما تيقولوا بالدارجه غير 19 ما عارفينش، ولكن بحكم انه حنا تنشوفوا اللعابه مزيانين تنقولوا اودي خصهم يجيو يكونوا حاضرين. طيب الان هادو ما كاينينش، يعني دارت محاوله ما نجحتش، ما غنقولوش شكون، لا كان علينا يعني اللي صعيب عليا هو انني يعني نستحمل الكلمه ديال ولكن كانوا اودي دابا هادشي راه هادشي غنخليوه، ماشي ما غنهضروش عليه، خصنا غادي نخليوه غادي نحتفظوا به، ما كاين حتى مشكل، هذه معطيات غتصلح لنا في واحد الوقت معين. حنا عندنا مقابله نهار 25 ومقابله نهار 29، شنو خصنا يدار ليها؟ الا جيت قلت لك اودي بانه هذه المقابله جايه نهار 25 كون كان زياش، اودي ما كاين زياش دابا، غنخليو هاد اللقاء ديال زياش بحال اللي غنديروا واحد النوع من من من, من تشخيص لهاد المرحله، وديك الساعه يتسالي هاد البطوله، يتسالي هاد المباراه ديال السد مع الكونغو، ان شاء الله نتاهلوا، والا ما تاهلنا او ما تاهلنا شيء غنرجعوا لهاد الشيء هذا، عاد يمكننا نجيو نهضروا على هاد الشيء هذا والمسببات ديالو، علاش وعلاش 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 وعلاش، وكيفاش يمكننا نحلوا هاد الاشكال هذا باش نستافدوا من جميع الاولاد ديال المغرب. هذا هو القصد. اما اليوم غادي نجي غنقول مثلا وزياش كان خصو معك دابا غير ما كنسميها، ماشي شي حاجه اللي غتنفعنا في المباراه الجايه، ما غتنفعناش، انا غنقول دابا الان خاصنا الشيء اللي يمكن نديرو، واش نعتمدوا شنو رايكم نجيبوا شي، يعني واش نعتمدوا على اللاعبين ديال البطوله الوطنيه لانه تيبانوا مع الفرق ديالهم مزيانين، يعني اي
شي حاجه عندها علاقه بالمستقبل مرحبا بها، الشيء اللي غيمكن له يكون، اما شي حاجه اللي فات يعني واحد الطياره قلعات ومشات واش تيكون غير مشيتي فيها، ما مش هاد دابا سالات، فكر فاش غتمشي وقلب على الطياره اخرى ديال غدا ولا ديال بعد غدا. يعني راه حنا النقاش ديالنا خصو يكون مع شي حاجه اللي ممكن تتحقق، اللي ما تحققش. دابا حنا كنا تنهضروا على زياش وكنا تنقولوا دي ممكن يجي عيطوا عيطوا كانت مقبوله، الان انتهى الامر، ما كاينش، الناس خضروا لهم الحريه ديال الاختيار، ما بغاوش يلعبوا ما كاين حتى مشكل، باب ديال الفريق الوطني الا مشى هذا المدرب وجا مدرب اخر راه ممكن يجيو يلعبوا ما كاين حتى شي مشكل. دابا حنا انا تنقول 25 بقى ليها والو، والو 25 غدا 25 26 المغاربه، والمغاربه باش نهضروا على الفريق الوطني، الفريق الوطني راه ماشي ديال يعني المحبين ديال كره القدم، الفريق الوطني راه كاين اللي ما عارف كاع واش كاين زياج ولا ما كاينش، حتى نهار يكون المغرب عاد يقول المغرب لعبه نتفرج، ويمكن ما عارف حتى اللعابه، علاش؟ لانهم ماشي واحد يقول لا هذوك ما لا لا لا، كاين المغاربه اللي يمكن عنده الفريق الوطني يجي يلعب ما عارف حتى لعب، يمكن تسمع بشي واحد ولكن غيتفرج غيبغي المغرب تربح، علاش؟ حيت المغرب ماشي ملك للمحبين ديال كره القدم، الفريق الوطني المغربي ملك ديال المغاربه كاملين، وهذا هو الدليل اللي تنلقاو نهار اللي تمشيو نصوروا الشوارع خاويه، كون كان الفريق الوطني خاص غير بباي الكره غتلقى العيال تيتقضى ولا تيدوروا ولا تتلقى حتى شي واحد ما تيتحرك، علاش؟ حيت ديال المغاربه كاملين، تنقول الشيء اللي عايشينه واللي عارفه كل واحد، ولهذا هذا الشيء اللي غادي يوقع ممكن نهضروا عليه، اما شي حاجه اللي مبقى عندما تحقق صافي انتهى الامر، ولكني نهار 29 نهار 30 اجيو نحطوا حتى ولو نتاهلوا، واخا نربحوا 4-0 في 4-0 ما كاين حتى مشكل، نجيو نهضروا علاش ما يكونش جياش، نلقى ما اكثر من هذا الشيء هذا، لانه انا بغيت غنهضر شي حاجه اللي ما غاتحققش، نعطيكم مثال ديال الطياره، واحد مشات عليه الطياره وتقول علاش ما جيتش بكري، وكون جي صاحبي بكري كون مشيتي، ومشات عليا، واش دابا انت فالطه، ما علاش ما درتيش يعني المكانه مع 5 الصباح، لا كاين واش يكون نعسي بكري، مشات الطياره سالات، قلبوا على فاش غنصيفطوا هذا السيد هذا، ايوا هكا تنبغي انا حتى في المنطق ديال 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 كيفاش نحلوا الاشياء، انا حاولت نعطي مثال غير بسيط جدا، الناس راه فاهمين هادشي اكثر مني، ولكني غير باش هذا الموضوع ماشي باش نحس يعني نبغي اسماء، واحد يقول لي انا بغيت الكرتي يكون رسمي، واحد يقول لي انا بغيت جبران يكون رسمي، واحد يقول لي انا بغيت متولي يكون لاعب، انا بغيت ما كاين حتى مشكل، هادشي ناقشوا لان من حق اي واحد يفهم في كره القدم في المقابله الجايه، شي لاخور يمكن تقول يا ودي كنت نتمنى كون كان، ما كاينش ماشي بقاو شي ولكن يكون عيطوا له علاش ما عيطولوش ولا اش داروا هكاك، هادشي غنخليوه ماشي غنحذفوه، غنخليوه ونداكور عليه واحد النهار ونقلبوا على شكون اللي يتحمل المسؤوليه، علاش هاد الناس غابوا، علاش ما كانوش، علاش ما عيطنا لهمش هذه ساعه، هذه عام ونص، يعني هذه واحد المقدمه درتها بناء على بزاف ديال الملاحظات اللي لقيت في هادشي ديال الواتسابات على ديال خصوصا ديال هاد اللاعبين ديالنا المغاربه، تيقول لك لا كون كان كون دابا عبد الله عطاه هادشي اللي كاين اش غنديروا اخر، حنا عندنا مقابله، عندنا مقابله، راه الانسان بعد ما تيوقع الله يستر تيكون شي واحد تيداو المستعجلات، اول شيء الطبيب لما تيوصلوا للمريض اول شيء الاسعاف، ما تيقولوش شكون ضربو علاش ضربتي وشكون اللي جا فين داو علاش خرجتي بالليل، لا الاسعاف، دابا حنا عندنا مباراه خاصنا نقضوا الموسم بالتاهل لكاس العالم، ومن بعد ماشي الا تاهلنا من كاس العالم غنقول لك كل شيء مزيان، لا من بعد ما تاهلوا كاس العالم عاد نجيو نتذكروا على شنا هي الامور اللي خلتنا نديروا يعني اللي خصنا ما بقاوش يعني الاخطاء اللي ترتكبات، ونديروا بحال غنديروا واحد التحليل، لانه التحليل خصك ديروا على معطيات سابقه، ماشي غنقول لا دابا حنا تاهلنا كاس العالم ما تهضروش معنا صافي، لا ابدا لا ابدا ابدا ابدا، ممكن ديك الساعه نتذكروا علاش وعلاش 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 وعلاش. اذا غادي واحد الفاصل من بعد نرجع للمستمعين الكرام. بزاف ديال الواتسابات اللي يعني صراحه يعني انا كنشكر الاخوان تيقول لك ودي بانه تيحسب كانه الانسان تيتقلق، لا ماشي، شوف ما كاينش شي نقاش في الرياضه بهذا الشكل هكايا وتيدوز كانك تدير واحد المحاضره حول الاثار ديال الفراعنه ولا شي حاجه بهذا، مع الكره دي هي هذه حيت ديما تيكون واحد النقاش وذاك رفع الصوت يعني بحال شي واحد تيكون تيدافع على واحد الموقف، اللي صعيب هو انه تيتقدم واحد يعني واحد التبرير ومع ذلك
لما واحد تيكون عند جاي تيتذكر معاك بواحد بواحد الحكم مسبق وعنده ما باغيش يبدلو، هي اللي تجيك شويه صعيبه. يعني البارح قلت له بان واحد زائد واحد تساوي جوج، كل خاصها تساوي ثلاثه، خاصها تساوي ثلاثه. لا هذا هو ما كاين لا قلق ولا والو. انا قلت لكم مرارا وتكرارا، انا بالنسبه ليا النقاش في الرياضي ثاني مع الربعه، والشيء الاخر برنامج اخر ما عنده خلاف مع اللي تينتقد ولا اللي تيشكك ولا بغى يقول شي حاجه، ما كان حتى شي مشكل. هذا فضاء صعيب انك تقول واحد الكلام وكل شيء غادي يعجبو الكلام ديالك، ولا بد اللي غيكون ما متفقش. طيب رجاء الاخوان عفاك غير من مره اخرى تنبغي ناكد على المكالمات ومقبلتي بزاف ديال الاخوان، يكون الاختصار غادي يكون افضل باش تعمل فائده للجميع. ناخذ معايا السي عبد الخالق من فرنسا. سي عبد الخالق مساء الخير. مدينه باس سي سعيد، الاحوال بخير؟ لا انا عندي فرنسا هنا ما عرفتش ليه. سي عبد الخالق من فرنسا من مدينه باس. بون تفضل. مرحبا السي. فوالا سي راه كنت اتصلت بك مؤخرا. مرحبا. مدينه غير سؤال سي سعيد، دابا انا الحاله الوحيده اللي ما بغيتش نفهم هذا الفيلم المكسيكي ما بغاش يتسلى ديال المنتخب زياش هذا. احنا علاش الجامعه وما تهضرش مع المدرب ويركز على التشكيله اللي من جوج سيمانات غادي نلعبوا بها، ومبقاو في غينا على جميع هاد التفاهات وهاد المسائل اللي تتداول في المواقع التواصل الاجتماعي وفي الاذاعات. نقول القوه ديالنا هو هذيك التشكيله والجاهزيه ديال اللاعبين اللي غادي نمشيو بها لكينشاسا ان شاء الله، واضعف ايمان نجيبوا التعادل ونجيو ونربحوا. خاص هاد الهضره اللي نهضروا مع المدرب والمسؤول والاستلقجاع والمسائل كامل هاد المكونات، لان احنا راه تنشوفوا الرايه ديال البلاد، تنشوفوا الوطن ديالنا، تنشوفوا حنا 2022 خاص المنتخب يكون في قطر ان شاء الله. ان شاء الله. دابا هذا والخيارات سي سعيد الله يخليك، غير انا من مدينه تماس، كاين لاعب هنا استدعاه سميتو عكلوش سفيان، لعب مع المنتخب المغربي في البطوله الكاس الافريقيه الاخيره. المعلومه سي سعيد انا ما فهمتش هذا الناخب الوطني ما هي المعطيات اللي تياخذها هذا اللاعب، ما عمرو لعب هنا. انا ود ماس عمرو لعب ومشى التشكيله الرسميه، واش كاينه شي وهاد الناس ديال هادو تيدخلوا انا ما فهمتش لاعب ما تيلعب حتى في الفرقه ديالو كاحتياطي ومشى للمنتخب الوطني. ما انا متفق معك، ما عنده حتى شي معنى، ما عنده تفسير كبار حتى في البطوله عندنا. حنا جبران كان يمشي، ما غاديش نعطيك اسماء كبيره، ولكن انا في فرنسا وساكن في ماس، متبع اف سي ماس، ما عمرش هذا اللاعب لعب ولا في البطوله الافريقيه. وحنا مش كاس افريقيا، مشى لكاس افريقيا، وهذا السيد مشى راح احترف. دابا ما فهمتش انا مشى من هذه الفرقه، لان انا نقول لك فين ساكن. ساكن حدايا وادو، وساكن حدايا لافامي ديال الحجي. كاينه واحد الايادي خفيه باش تعود. يمكن شي واحد هو اللي شكروا المدرب وقال سي سعيد ما نقولش لك البيع والشراء في النداءات على اللاعبين اللي يمثلوا الوطن. انا شوف لا اسمح لي، انت اعطيتي واحد المعطى اللي هو صحيح، انك انت ولد ميس قلت لي انا مع مول لعب. لا اسمح لي اسمح. لا انا شوف انا متفق معك، انا ما قلتش لا وانا ما عندي في الخط، غير القضيه ديال البيع والشراء هي اللي ما بغيتش نسمع. يعني لا ما سمعناش حاشا. لا انا ما عرفهاش، ما عرف فهمتيني. انا اسمعني اش قلت، انا قلت يمكن شي واحد اللي مثلا قال للمدرب واحد اللعاب مزيان في ميس، واش غايشوف اللعابه كاملين وايثق. سي سعيد انا متفق معاك، واش انا معلم عندي انا باترو غادي نجيب لك واحد نقول لك تعرف نبني وما غادي نشوف واجي وانت متفق معك السيما ومع هذا. واش هذا راه منتخب راه شيء مقدس، راه الرايه راه البلاد، 40 مليون واش ما كاينش 40 مليون تجيب لي واحد ما عمرو لعب مع الفرقه ديالو؟ ما عندها معنى. اتفق معك، هذا هو المشكل. واش هذا الانسان دابا هذا يبقى يعصب فينا هذا المدرب والخرجات ديال الناس المسؤولين، راه يقولوا له غير اسكت وريحوا الزياش ولا يمشي ولا ما يمشيش. وانت تصيفطوا لهذا الزياش مؤخرا خرج قال لك ما صيفط لي حتى شي واحد، السي القجع قال لك له تخوانا صيفط لي الكونفوكاسيون راه وصلاته. وعلى كل حال شوف المعطى اللي عطيناه، هذاك اللاعب اللي جا من ميس ما عمرو لعب مع ميس مثيل مع ميس وفرق الوطني. وانا تنأكد لك لا ما كاين مشكل، وانت ولد المدينه دابا انت راك عارفها كامله. لا لا شكرا سي عبد الخالق. دابا في المغرب كاين عشته راه الحمد لله بعدا الحمد لله ديما اللي في لاحيه راه هذا هو، وما ندخلوا للجيش وفاس يا لا سي عبد الخالق. الاخوان كثار بارك الله فيك، شكرا لك سامتي معنا المساهمه كبيره هذه اللي قلتي لنا هنايا. مشي لعند لاله سميه من فاس. السلام عليكم. وعليكم السلام لاله. سي سعيد مرحبا لاله. معك سميه من فاس. مرحبا لاله.
كي جاك سي سعيد بغيت نستشر معاك، حنا كنعرفوك من الثمانينات كتقدم لنا في الاخبار وفي داك الشيء ديال الرياضه، هاد المهزله اللي داروا الجمهور ديال الجيش الملكي والمغرب الفاسي، هاد العقوبات علاش ما ينقتلهمش النقاط؟ لان الفلوس ماشي شي حاجه، ما ينقصوا لهم النقاط باش الفروق باش يتعوطوا، وخصهم علاش ما تكونش الدخله للتيران بالبطاقه الوطنيه؟ وإلا بغى شي واحد يدخل معاه شي واحد قاصر يلتزم به. اي معقوله معقوله. اما باش نقبطوا هكا حنايا او بقينا وقت كورونا كامله ما كاينينش التيرانات محلولين وهذا، والنهار اللي تحلوا التيرانات وقعت هذه المهزله ديال الجيش الملكي والمغرب الفاتي، حتى المغرب الفاتي حتى هو دخل للتيران. اي ولاني ما باش ما نكذبوش، ولاني اللي وقع نوط الشغب راه انت عارف. هما الجمهور ديال الجيش الملكي هو اللي بدا. اي ايوا الملكي هو اللي بدا، والكراسه شنو داروا؟ الامن الحقيقه ديال ربي دار المجهود ديالو، الصحفيه فين هو حقوق الصحافه وفين هادشي؟ الله يجازيك بخير، حنا بغينا الصوت ديالنا. شكرا لك شكرا لك بارك الله فيك، الصوت ديالك راه وصل. غير باش ناكد لك بالنسبه للعقوبات، حيت العقوبات انت عارفه في القانون بانه لا 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 عقوبة ولا جزاء إلا بنص، يعني هادوك اللي دايرين واحد الباريم تيقولوا ودي بأنه في حالة الاقتحام ديال الملعب خصك تأدي هاد الغرامة ولا توقف ديال الملعب، هاد القضية ديال خصم النقاط ما كاينة شيء. ما إلا كان ممكن يكون شي اجتهاد في المستقبل علاش لا؟ مزيان مزيان مزيان. كنتمناو أن التذاكر يبقاو يتقطعوا بالبطاقة. أي من الأحسن، أي متفق معك. لا شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. سمية مفاس نبقى فاس، نمشي عند السي محمد. السي محمد مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله سيدي. سعيد لاباس بخير. الله يبارك فيك سيدي. الله يحفظك، الله يجازيك بخير. غير باختصار كنت قلتي في المقدمة ديالك بالنسبة لذاك الشيء ديال اللي وقع في حدث اللارية ديال اللي وقعت في الرباط، قلتي ما بعد هاد العقوبات. اش غنقول لك؟ انا تنشوف بان هاد الشيء اللي وقع راه ما جايش من العدم، يعني هاد الشيء ديال التراكمات ديال حتى ديال قله التربيه ديال الله يهدي هاد الجيل، هذا جيل راه ماشي تيعانيو منه غير الملاعب ديال كره القدم. نعطي غير مثال، عندي اصدقاء ديالي اساتذه كيعانيو مثلا مع هاد الجيل هذا، يقول لك لا حول ولا قوه الا بالله، كتلقاهم مراهقين وداخلين، كتلقى الوليد عنده 13 عام 14 عام 15 عام ودخل مقرقب، دخل بواحد الحاله لا حول ولا قوه الا بالله. الوالدين ما غاديش نقول ما كيديروش المسؤوليه ديالهم، ولكن حتى هما الله يحسن العوان تقهروا، وها هو يربي من هنا عاوتاني كيخرج. طيب 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 اسمح لي يا سيدي محمد، نعتبروا بانه حنا دابا حنا في شو تنبير؟ نعم. شنو غنديروا؟ اش غادي نقول لك؟ هما القوانين اللي كاينين في الجامعه راه هما هذوك، يعني مثلا تيقول لك الى وقعت شي احداث شغب تيعطيو مثلا الويكلو ولا غرامه الماليه، هذا الشيء اللي كاين. وانا كنمشي للسطح اللي قالوه بعض الاخوان ديال خصم النقط، يعني الخصم ديال النقط ربما يقدر يكون حتى هو يعني إرضاء شي حاجه اللي تردع مزيان. اي هذا الشيء اللي كاين. وبالنسبه للمنتخب والقضيه ديال زياش، ايوا بغينا ولا كرهنا ضروري ولينا كنهضروا على هذا الموضوع هذا. كنظن بانهم طالما احنا ما عارفينش الامور، ما عارفينش شنو وقع بالضبط، ولكن الوطن احتاج هاد اللاعبين هادو، انا في نظري كنخصهم يلبيو النداء، انما دير غير بوجه ذاك الجمهور اللي بدا سي محمد. سي محمد انا متفق مع رايك على انه كانوا يديروا ولا ما يديروا، ولكن شوف الا بقينا بهذا الشكل هكا يمكن تبقى ليله ديال المباراه واللعابه اللي ديال الفريق الوطني اللي حنا محتاجينهم دابا يديروا مقابله مزيانه، غيشكوا في راسهم يقولوا حنا كاع مصالحين، راه ما كنبغي واحد جوج هما اللي غيديونا الكاس. وممكن يكون حافز، ممكن يكون حافز على يدخلوا يبغيو يطلبوا على الخير. شكرا لك سي محمد. كاين اللي تيقول لك غير حاجه على هذا استكمال الهضره اللي قلتي، كاين اللي تيقول لك مثلا حتى استمر ان نبقاو نهضروا على جوج اللاعبين ما بغاوش الفريق الوطني، يعني بحال اهانه لذوك اللاعبين. ايوا هادشي اللي غيبقى، غايقول لك ما بقينا نهضروا حتى على شي واحد، هذوك جوج هما اللي غادي. شوف حنا ما كناهمش يكونوا، راه حنا تنقولوها ونعاودوها، لانه كاين الناس كلهم تيعرفوا بانهم راهم تيلعبوا كره مزيان، ولكن اذا ما كاينين شيء نكبروا بهذو اللي كاين هنايا.
هذا الشيء اللي كاين. لا بقاو فاس سي محمد ان شاء الله ربحوا راه يتنسى ان شاء الله ان شاء الله. سي محمد شكرا لك. نبقى فاس عند سي وديع. سي وديع مساء الخير. الو سي وديع مساء الخير. انا سي سعيد كي درتيك؟ الله يبارك فيك سي بارك الله فيك. الحمد لله بارك الله فيك. عندي جوج نقطات. النقطه الاولى ديال هذا المشكل ديال زياج وهذا المصراوي هادو ماشي ولاو مارادونات ولا ولاو شي حاجه. الان هذا المشكل صافي ما بغاوش الله يعاونهم. وتاديك الدراري غادي يتاثروا ملي غادي يسمعوا عاطين اهتمام كبير لهاد اللاعبيه هادو حتى هما النفسانيه ديالهم غادي تنهار. وحنا نخدموا مزيان وفهمتيني ونتكلوا على الله واللي جاب الله هو اللي كاين. والنقطه الثانيه هي ديال ديك المشكل ديال الشغب اللي وقع لها. الشغب شكون هو المسبب الاول؟ هما الناس اللي كيقدموا المقابلات. واش هذاك السيد داخل بالساك في يديه وشوف على حجر كانوا في التيران منين جاو ديك الحجر؟ دابا خصنا نذكروا على تشديد المراقبه في 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 في, في الملاعب. هادشي اللي كاين والوراق كيتباعوا كيتعاودوا فهمتي السي سعيد. انا دخلت للتيران هنا باش كيتباعوا الوراق وكيتعاودوا والدري صغير داخل بالموس في يديه ومكرقب والورقه كتعطى وكيتسال قوة المساعده واقفين كتعطى وكيوليو يرجعوها كتباع عاود. هذاك الشيء وهادشي راه هذه عداوه بين الجمهور بالماسك والجمهور الجيش الملكي هذه تقريبا شي 9 سنين. واه دابا هي ولات العداوه بين كاع الجماهير وما بقاش شي جمهور اللي السي سعيد. انا راه مشيت كنت كنمشي الرحلات مع الماسك اكثريه عندك الرجاء والجيش والجيش والماسك وزيدهم قنيطره حتى هي كانت ولكن ما بقاش دابا الان. وشكون اللي كان وضع حتى هذاك المشكل حتى سلا حتى الجمهور سلا كيدخل مع الجمهور ديال الجيش وكينوضوا لحقاش هذيك دابا هاد العقوبات؟ واش فرقه عاد خرجت من المشاكل الماليه وكانت زايده في هاد 12 مليون اللي غادي يزولوا لها كاينه ولا لا سي سعيد؟ اكيد ايوا زايده فيها وتجي انت تضيعني علاش واخدها؟ حقاش ديك الجمهور اللي كان هما راه غاديين طالعين عندهم الجمهور كيهرب ديال فاس طالع راه ما كراش كاع ينقز من فوق السور ديال الملعب راه حتى الشيخ السي سعيد تصور كان يقدر الله يحفظ ينقزوا الدراري ويبقاو تخوف الانسان كيخاف ملي كيكون واحد جاي عندك بالموس. يلا شكرا سي وديع بارك الله فيك. نمشي عند السي مصطفى. شكرا لك امين. نمشي عند السي مصطفى من بلاد مكناس. السي مصطفى مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبه لاني باش ندخل نيشان في المواضيع بخصوص ديال زياش ومزراوي السعد ديالهم والرفض ديالهم. بالنسبه للرفض ديالهم هو تحصيل حاصل وكنعتقد يعني غادي يبان لك الراي ديالي شاد ولكن تنظن بان الرفض ديالهم هو في محله ولو انهم مغاربه. علاش؟ لانه حنا لجينا نشوفوا كيفيه التدبير ديال الاستدعاء ديال اللاعبين ديالنا اللي كلهم اولاد المهجر كنشوف باننا كنمشيو كنضربوا عليهم تمر راه قلت شويه عاودت وعاودت وكنتحصل حاصل في الاخر ملي كنجيبوهم بحال اللي كنساهم صافي بحال درنا التنبر هذا المفهوم هذا في الوقت اللي ذاك اللاعب راه اي لاعب دابا خليني من بقى القلب والوطن سي سعيد راه اي لاعب دابا كتستدعيه للمنتخب كتعرض عليه بروغرام وكنشوف مصلحته. نعطيك مثال دارين سمعت سمعت واحد الحوار ديال بن ناصر اللي هو الاب ديالو مغربي ومو جزائري شنو قال شنو قال على الجامعه ديالنا شنو قال السي سعيد؟ لا ما سمعتش. قال لك المشروع ديال الجزائر كان اقرب من المشروع ديال المغرب خير لانه اشار في كاس العالم ودا كاس افريقيا. احنا شنو هي المشاريع اللي كتعرض على هذا اللاعب؟ تمشي انت ودير عليه الطباله والغياطه وكذا والديك وكذا ومن في الاخر كيجي كيتهمش. زياش راه صار الرفض ديالو في محله مزراوي في محله وتنظن بانه الا كانت شي حاجه الساعه اللي خاص تكون عندنا فهي اداره تقنيه. ماشي السي القجع اللي غيمشي يبدا يهضر راه ماشي السي القجع اللي هو مكلف. السي القجع رئيس الجامعه عنده مهام اخرى الاداره التقنيه. لو اننا كنعرفوا شي حاجه اسميتها الاداره التقنيه تكون الاداره التقنيه اكيد لونترينور غادي يجي غيولي هو خدام عندنا ماشي هو اللي كيحكم فينا حنايا. وكنعطي مثال باش من بالمنتخب المصري وشوف الصف اللي داير فيه. حنا مازال ما وصلناش لانتاج نخبه رياضيه او نخبه كرويه صفري. كنتمنى انه يكون زياش ويكونوا كاع اللعابه ديالنا كاملين ولكن زياش راه حس بالحقره حس بالحقره بهذا المفهوم هذا. وحنا خصنا من 98 على الاقل حتى 2018 غنلاحظوا. لا شوف انا اسمع انا غير بس تنور لي باش تفهم يعني انا بغيت نعرف الحقره بحال شنو الحقره باش نعرف حيت نقول لك شنو هي الحقره. نعطيك كيفاش زياش كانت كتقاطع عليه هولندا واذا جينا نقارنوا راسنا مع هولندا فهولندا النيفو طالع علينا حنايا.
يمكن غيبدا يرجع دابا غادي يدير فلاش باك غيبقى يقول يا ريتني ما اختاريت المغرب. وهذا الشيء هذا كنشوفوا الانعكاسات ديالو على الاجيال اللي جايه. راه حنا كنهضروا على الجيل الخامس والسادس والسابع وهادشي كيدير لنا راهم مغاربه، ولكن الا اختاروا منتخبات اخرى ديال الاقامه راه حقهم. لا 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 بلاتي، واش حنا دابا حنا عارفين شنو السبب ديال الخلاف؟ لا ما كنهضرش على الزيات، انا ما هضرتلكش على الزيات، انا هضرتلك على مجموعه ديال لي جوور اللي كان بالامكان ديالهم يكونوا دار ستار في بلدان اخرى. فاش كنجيبهم بحال ديك الام اللي كتمشي كتناضل على ولد على ولادها، بغيت ولدي بغيت ولدي بغيت ولدي، ملي كتجيب ولدها كتلقوا للشارع كيتعرض للاغتصاب كيتعرض لكذا، ولو انك ماشي سميتو. هذا هو اللي كنهضر عليه، هذه راه ظاهره سي سعيد، ويجب التعامل مع الظاهره. كنمشيو كنقلبوا سميتو مغربي يقلب عليه، سميتو مغربي يقلب عليه. الستار سي سعيد راه ميسي ورونالدو راه كيتعامل معاك كذا ولا كا كيتعمل كيدير لا اسمح لي واخا يعني ضروري كاين اخوان كثر تينتظروا من خارج المغرب. غير واش تظن بانه دابا لاول مره عيطنا للعب من الخارج وتعاملنا مع حقوق هاد... اسمح لي اسمح لي واخا نكمل لك انا نكمل لك. دابا هاد اللعابه اللي لعبوا مع الفريق الوطني كلهم تعرضوا لهاد المشي كامل، اللي خرجا اللي زيري اللي الشما مالهم خصني نسولهم كلهم. ما عرفناش كيفاش نديروا نتعاملوا معاهم، ماشي رئيس الجامعه اللي هضر، راه خصنا اداره تقنيه. لا كيفاش ما عرفتش تعامل معهم؟ ما لعبوش معنا الكؤوس الافريقيه، ما لعبوش اقصائي، ما لعبوش كاس العالم، ما لعبوش حتى شي حاجه. لعبوا مع اشنو كاس العالم؟ حنايا من 82 حتى 2018، ثم جيت في 2018 مشينا غير 34 35 31 32 عام بحال هكا كنلعبوا بهم. حنا راه ما عندناش تشكيله قاره من 98 سي ساعي. يلا شكرا لك سي مصطفى. ايوا صافي شكرا لك. الرساله ديالك وصلت. التعامل معها باش ماشي رئيس جامعه، خصنا اداره تقنيه. اداره تقنيه صافي، الرساله ديالك وصلت سي مصطفى. شكرا لك سي مصطفى. مشي عند سي رشيد من واشنطن. سي رشيد مساء الخير. وعليكم السلام سعيد، تحياتي. الله يحفظك ابو بارك الله فيك. الله يحفظك. انا بعجاله ما نطولش عليك، انا نتمنى يكون شي واحد عاقل في المغرب اللي يمشي يجلس مع زياش ويجلس مع مزراوي ويجلس مع حمد الله. هذا هو الطلب اللي كنطلبوه من الجمهور اللي تيطلب هو. وشوف شوف المشكل اللي كان عند بنزيما مع في المنتخب، شفتي واحد ما كان تيقول بنزيما راه يرجع يلعب في المنتخب. وشوف دابا هو رجع لعب، هو رجع هما معولين عليه في كاس العالم في قطر دابا. وناخذوا لوكاكو اصلا مع المدرب، شتي لوكاكو شنو وقع ليه مع المدرب وغير الصفحه الرسميه ديالو ديال تويتر وكل شيء، وقلنا صافي عينتي من تيرتي. وفي الاخر تدخلوا خاصنا نتمناو زياش يرجع. انا والله كنتمنى يرجع في هذه المقابله وتكون شي مفاجاه، يقدر يزيوهم الزراوي ان شاء الله ونزيدوا عليهم حب. علاش الله الله علاش يدير مفاجاه للجميع كاع سي مشكور؟ ما كرهناش ودي كاع نتهناو بهذا الاشكال. والله عندي امل بان عجالي. ايوا الله سي رشيد، نقيد انا رشيد واشنطن، انت اول واحد يعني نتصلوا بك، كاين انت مشكل. لا خطيك سي رشيد، بارك الله فيك بارك الله فيك. يعني واحد كلمه باب ديال التفاؤل مزيان، كاين حتى مشكل. ما كانش انا واحد النهار يقول لك لا سي حنا بغينا نلعبوا. شكرا. مشي عند سي محمد من الدار البيضاء. سي محمد من الدار البيضاء مساء الخير. سي سعيد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سي سعيد لاباس عليك بخير؟ الله يبارك فيك. عندي ثلاث نقاط باختصار ما غاديش نتعطل في مود سي سعيد. مرحبا. اول حاجه الشغب اللي كان في الرباط اكيد بزاف ديال المسببات سي سعيد. اول مسبب الشغب واخا ما يكونش زعما هو اللي غنديروا به زعما السبه. سي سعيد حنا دابا التيرانات ديالنا عامين ونصف ولا ما عرف شحال هما مسدودين. اييه تدخل التيران ما كتلقاش مرفق صحي، مرافق هي ما كتلقاهمش، لما ما كتلقاهاش الناس كيدخلوا عائلات تما كاين، يعني ما عارف شنو هو الدار ديال الشركات. الشركات اللي مقبلين التيرانات شكون اللي كيحاسبوا هما السي سعيد؟ كاين شنو الدكتور تحملات؟ اشناهو ما كتلقاش يعني الماتش الاخر ديال الوداد اللي كان ديال الزمالك ما كانش مرافق صحيح، ما كانش نقولك مرافق صحيح المهم للبشر بيان سير بيان سير. يعني واش هاد الناس واش كيستخفوا بالانسان؟ يعني بنادم بغا يتوضا يصلي بغا شي حاجه بغا يشرب شي واحد سخف بغا يغسل زعما شي حوايج السي سعيد لا ما كتشوفوا من بعد الخطات ما تيبانوش لنا كيبان لنا على الجمهور. لا اكيد ما انا تنقول انا شوف بعد دوبا تنسمع شي واحد تيقول لك مباراه مع الاربعه وتيقول لك الجمهور دخل مع ال11، تنقول سيدي من ال11 حتى السته ديال العشيه كيفاش يمكن يدوز النهار ديالو؟ صعيب سي سعيد صعيب. انا بالنسبه للنقطه الثانيه سي سعيد هي ديال الوداد، ما فهمتش الا هضرنا على الوداد. الله ودي ما الله ودي سعيد بغيت نقول لك زعما كنشكروا اللعابه لانهم قاموا بالي وروتور ديال الوداد على ما يرى. واللي يقول لك سي سعيد بان الزمالك راه
راه ماشي الزمالك هي شحال هادي راه غير كيدير راه سبعه لا 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 اللعابه انا لا اؤمن بهذه اللغه الزمالك غتبقى زمالك سبعه اللعابه كيلعبوا في المنتخب وهذاك السيد اللي كان في الجهه ديال العملود راه هو اللي كان في الجهه ديال الحكيمي ملي كنا لاعبين كاس افريقيا هذه نقطه النقطه الثانيه باقي لنا واحد الماتش نهار السبت ان شاء الله ضروري خصنا نربحوا او نتعادلوا المهم حنا ما كرهناش نربح باش يبقى عندنا الحظوظ مع بيترو اتليتيكو هنا ان شاء الله باش نحاولوا نجيبوا ديك الترابو باش نشدوا الرتبه الاولى خاص المركز الاول مزيان ضروري المركز الاول والتيراج اللي كان عند الوداد بانها تلعب الى دازت هي الاولى غتلعب هذا الربوع والدومي فينال غيكون عندها ديما الرتور في التيران ديالها ايوا ان شاء الله يكون خير يكون خير ان شاء الله كتبداو ليهم والبركان ولا الراجل ان شاء الله فراقي كاملين ان شاء الله لا اختك هذه الروح الرياضيه اما النقطه الثالثه باختصار سي سعيد باختصار بالنسبه للزياش ومزراوي انا كنت كنتمنى بان المنادات عليه ما تكونش في هذا الوقت هذا الشيء اللي كنا كنتمناو وكنا كنتمناو بان تكون جلسه قبل ما تكون المنادات على السي زياش وحيت الطريقه اللي غادي هو غادي ما غاديش يبغي واخا حنا شنا السيد ديال فرنسا هذاك من زيما باش عيطوا عليه مشى ولكن نشوف كله والعقليه ديالو نريحوا ونتفاهموا وديك الساعه الا كان شي حاجه مورا المهم دابا حنا كلنا مع المنتخب ونساو هذا الشيء ونشوفوا المنتخب لان ماتش عنده صعيب وراه ما ساهلش اللي يقول لك هذا الماتش ديال المنتخب سهل راه ما ساهلش المباراه صعبه تلعبوا البراجات يلا شكرا لك سي محمد نمشيو شويه لاوروبا نمشيو لعند سي يوسف من ايطاليا سي يوسف مساء الخير مساء الخير سي سعيد مرحبا سي مرحبا تحياتي الله يبارك فيك مرحبا سي سعيد بغيت نتكلم على هذاك الموضوع ديال الشغاب وسمعت يمكن الاخت من فاس ولا ما عقلت واش ولا الاخ من فاس اي اللي قال الخصم النقاط وكذا الفراقي وهذه يعني من الحلول وصراحة الله انا ما كنتمنى ما تكونش ما يبركوش على الفراقي بحال دابا واحد اخر دارها والفرقه يزولوا على النقاط هذا كرأي يعني اي ما احنا غير مجموعه من الاراء وصافي يعني ما كرأي زعما علاش ما يكونش هذا الموضوع يتطرح مثلا في الجماعات المحليه وتطرح في البرلمان ويخرج شي قانون ينظم هذه الامور ديال الملاعب لان هذا موضوع مهم بزاف وسنا الناس البرلمانيين والبرلمان وكذا ما تيهضروش في هذه القضيه ما تعطيوهاش اولويه لانك كنت بحال دابا هنا في اوروبا وكره بحال دابا اليوم غتلقى دارو ترجع البرلمان على هذا الشيء على هذا الشيء هذا ما يتفكوش معاه باش يخرجوا بشي حل لان ما يمكنش يبقى هذا الشيء هكا واخا غادي يشدوا الجيش دابا هذا العام هذا ايوا العام الجاي ملي غيمشيو هذوك ديال الجيش عند الماس عاود غيشدوا الماس عام اخر هادشي اللي بتناقش تنقولوا حنا ما بعد ما بعد هاد حنا وقت وقفنا ايوا بعد ما نرجعوا عاوتاني نديروا فوضى ونتوقفوا عاوتاني ثلاث شهور هادشي اللي كان كنبغى نبقاو غادي تلقى شي حل خصك تلقى شي حل شي حل غيكون قرار حكومي الا ما كانش شي اجراء عرف بانه غادي نديروا غنديروا عاوتاني اعاده ديال هادشي خص شي اجراء صارم ما فيه لا هادي ولا هادي صارم لان هذيك لجنه التاديب كتهضر غير على قلب الملعب وداك الشيء اللي وقع في مره أيه الناس يتكرفصوا انا متفق معك يعني كيخص حتى هذيك ولايه الامن وداك الشيء والداخليه ويعني الحكومه يخرج شي قرار اللي يوقف هذا الشيء هذا ايوا الله سيدي يوسف على سيدي ربي يلا شكرا لك سي يوسف بارك الله فيك كنت معي نمشي لباريس لعند السي عصام سي عصام مساء الخير مساء الخير سي سعيد مرحبا سيدي تحيه ليك وتحيه لجميع الطاقم الله يحفظك سيدي بارك الله فيك سيدي بغيت نهضر على دائره الشباب ومن المهم انا بالنسبه لي كرأي شخصي ان مساله محاره الشغب ديجا في الصاد الاولاني قدروا خصنا ضروري نزيدوا عدد الكاميرات نورمالمون حنا خصنا انفيستيو في الكاميرات ديال الفار عندنا حاليا وربما قيل 8 الكاميرات كنا خصنا نطلعوا 26 باش الكاليتي ديال الجو يطلع غنبداو انفيستيو دابا حاليا كتبان لي ان اولويه في الكاميرات في ليستاد باش اي واحد مثلا مش قادروا نتعرفوا على هاد الناس هادو راه ماشي حيت هذا اجراء ما بقاش شغب وتكون عقوبات زجريه لكن زائد ان لي بلاص ما كرهناهاش ولي نيميغوطي اي حاجه تولي بالرقم ديالها اييه هاد النقاط اذا قلت المساله الاولى على الكاميرات بلاص نيميغوطي ولا كارت ناسيونال ليدونتيتي باش تدخل انا هاد جوج الاخراني متفق معاك غير بالنسبه للكاميرا مزيان هما تيساعدوا غير باش نقول لك واحد القضيه لي كاميرا يمكن تيكونوا في اوروبا لان تيلقى واحد الحاله ولا جوج تتكون حاله شاده سهله تضبط الان انت عندك الكاميرا متفقين ولكن لما غتبان لك الناس زين 3000 واحد الملعب ولا 2000
اش بغات تشد هذه الكاميرا الاول؟ كاين سعيد، انا سي سعيد انا خدمت في الدومين ديال لا متفق معاك، انا غير تنقول لك اودي بانه يعني العمليه يعني هي غتساعد غتساعد ماشي غير غير فرق ما بين واحد غادي يبان له واحد واحد داير الشغب وواحد عنده الكاميرا فيها 500 واحد داير الشغب، هذا هو الفرق اللي عنده. تفضل سي. ولكن سيدي الاسباب الاصليه اللي خصنا نرجعوا لها ولا خصنا نعالجوها ماشي هي دائره الشغب، حنا خصنا نعرفوا شنو هي دائره الشغب كيفاش كنوصلها. انا بالنسبه لي سي سعيد ان الشغب كاين واحد المسؤوليه كبيره، ان هذا الاحتقان وهذا التسجين كاين فيها مجموعه من المسؤولين ديال الفرق هما اللي كيساهموا في هذه المساله. دابا حنا باش كنشوفوا مثلا ناطق عام مثلا ناطق رسمي كيخرج وكيدعي المظلوميه وكيدعي وكيتهم مثلا كيتهم مثلا مديريه التحكيم كيتهم العصبه بدون دليل بدون حجه وما كيكونش ما كيكونش مثلا في التحقيق. هذا راه مساله راه ديجا لا خاص خاص المسؤولين يعرفوا بان الكلام ديالهم راه تياخذوه الناس دخل الجد وخاصهم يوزنوا الكلام ديالهم. أم الا غادي يقول شي حاجه اللي ما غاترضيش الجماهير ديالو كاع ما يهضر. الله هادشي اللي كاين. الا انت غتقول واحد الكلمه يقول لك لا ما كنتيش معاهم قاصح وكنتي ما عطيتيهمش كلام مزيان اللهم نسكت، لانه هذا الكلام راه واعر واعر تجد. هاد التصدير الازمه اللي كتهضر عليها السي سعيد دابا كتكون ازمه داخليه وازمه نتائج. اش كيقول كيوقع لها تصدير مثلا وكنبداو ندخلوا الناس بواحد لافيول ديال ان المظلوميه والحكام ظلمنا ان العصبه ان الجامعه ان الحكام، وكيقولوا اتهامات بدون حجه بدون دليل. وحنا شفنا مؤخرا ان صحفي تهم مثلا الجامعه وتهم هذا وما عرفش واش غيكون هناك فتح تحقيق وما كرهش انه. وعلى كل حال انا ما نبغيش ندخل في هذه الامور اللي هي ديال خصوصا ديال الزملاء ديال المهنه. ولا هذا اصل الداء سي سعيد. شوف راه كاينين مسؤولين وكاينين الصحافه وكاينين من بعدهم صفحات تم الفيسبوك. سي عصام سي عصام تعرف الصحافه كل عنده خط تحريري ديالو، كل كيفاش يبان له بانه غادي يخدم وكيفاش يبان له، كل واحد كيتيبان له الرساله ديالو كيفاش. كل ما قلت هكا وكاين اللي تيبان له بانه الدور ديالها انه بين على المدعى مثلا فاش كيكونوا اتهامات وتجاوزات ضروري خاصها ماشي هذا ما داخلش في خط تحريري. هذا كاين مجموعه من هذه اتهامات مباشره ورد عليها مثلا رئيس الجامعه، ولكن الدليل خصنا حيت لو فيه ان ما فتحناش تحقيق سي سعيد كيخلي واحد الاحتجاج للمظلوميه. يلا شكرا لك سي عصام، عندي واحد الفاصل. شكرا لك سي عصام. الاخوان عندي واحد الفاصل بعد نرجع للمستمع الكريم. راديو بلس راديو بلس كل ما تحبه واكثر. إلا كنتي تاجر أو حريفي أو فلاح أو صاحب مهنة حرة أو بصفة عامة خدام لحسابك، اليوم فضل المشروع الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية، ولا من حقك تستافد أنت والزوجة ديالك وريداتك من التأمين الإجباري على المرض، حيت هما أغلى ما عندك، من الواجب عليك تحميهم وتحمي نفسك. إذا من الواجب عليك تسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغير بمساهمة شهرية بسيطة غتستافدوا جميع من لامو. موعدنا على بوابة ماسانيسيس بوايما أو في مكاتب القرب المعتمدة. راديو بلوس نقاش في الرياضة مع سعيد صادق. أجدد الترحاب بكافة المستمعين الكرام على أثير راديو بلس. أنتم دائما مع برنامج نقاش في رياضة في تواصل مع المستمعين الكرام. بزاف ما يتقال ولكن أنا تنحاول ما يمكن نعطي الكلمة للمستمعين لأنه تيبغيو يعبروا على الآراء ديالهم والأفكار ديالهم، وأنا يعني التغذية ديال البرنامج راه هي من الأفكار ديال المستمعين. مشي عند سي عزيز من الدار البيضاء. سي عزيز مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سي عزيز. كيداير عادل عادل. 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 مكتوب عندي أنا عزيز. سي عادل. عادل وعزيز مرحبا ما كاينش مشكل. أسماء كلها جميلة. تحية لك الأستاذ ديالي. مرحبا سي عادل. سي سعيد بغيت نتكلم لك على جوج نقاط بالزربة. النقطة الأولى كتهم زياش ومزراوي، والنقطة الثانية كتهم الشغب السبب والحل. أنا بالنسبة لي كنظر ديالي بالنسبة لي السبب الرئيسي يا سي سعيد في الشغب هو الأمن، هو المسؤول الأول. علاش سي سعيد؟ علاش بدي شوف بسكن هذا الأمن هذا الأسئلة؟ لا 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 شوف يا حيت أنت ديتي السلام عليكم الأمن هو المسؤول وجزمتي. لا اسمح لي اسمح لي اسمح لي انا غنشرح لك. اشرح لي اشرح لي اش تشرح لي حتى نقول لك السبب الاول ياك يعني. هما هذوك اللي جال كيفاش انت رجل امن ومسؤول كدوز من حداك ترافيك هاز 40 واحد
والفوق هز 20 واحد يزم قدامك تريبورتور هز 20 واحد إذن الإنسان راه خارق القانون لا من ناحية المتفرج لا من ناحية شوف اسمح لي لا لا شوف اسمح لي اسمح لي أنا متفق معك دابا أنت يا أنا غنعطيك واحد الحكاية أنت رجل أمن داز قدامك تريبورتور ومورا واحد واحد الطوموبيله اخرى بلا ما عطيو السميه ديالها هز 15 ديال الناس ومورا واحد 35 هذا هذا فرش غيدير غيوقف الحركه يقولوا وقفوا غيبقى شنو غيدير لهم ولكن اش السعيد يخدم معاهم القانون اشوف راه القانون واللي غيقدر يقبض يحصر واحد انت شوف دابا حنا تنديروا بحال زعما حنا ما تنشوفوا شيء حنا راه تنشوفوا الناس دايزين راه دايزين العشرات العشرات المئات راه المئات غيقبض هو غيشد هو وحده ايوا دوك 99 ولكن سي سعيد هذا راه سبب لي هذا سبب لي عبد الله يهديك الله يهديك انا شفتهم دايزين على رجليهم من شوف انا شوف اسمح لي شوف لا شوف كنشوفوا تريبورت اسمح لي غير اسمح لي كيهزوا القصيرين لا ولكن واش ولي جا على ولي جا على رجليه ولي جا على رجليه لا ماشي مشكل شوف تمشي قانونيا ماشي مشكل اما تمشي غير قانوني لا انا ما غنتفقش معك ان غنجزم ونقول الناس ديال الامن هما المشاكل اودي الله اودي علاش اسمح لي اسمح لي ملي شوف ملي ما كنطبقش معك القانون اذا راه غير ترى شي مشكل من وراها اذا هاد اسمح لي باش نمشي معك مزيان اذا هاد الناس هادو كون مشاو في الطاكسيات ومشاو في الكار كليماتيزي ما كانوش غادي يديروا الشغب لا تمشي في الطوبيس ما كاين لا ما كاين اسمع انا نسهل عليك الامور هاد الدراس غنديهم في الكيران كليماتيزي وغنوصلوا ما يكونش الشغب لا سي سعيد غير اسمح لي وانا غير جاوبني على السؤال اللي عطيت انا باش نعرف باش نعرف واخا يكون في طوموبيلته يكون في الموطور ديالو غادي يكون شاغب غادي يكون شاب هادشي سي سعيد راه باقي ما وصلناش للتيران انا رجيك في الطريق هادشي راه غير الطريق هادشي غير الطريق اما ملي ما كنوصل للتيران سي سعيد ملي كنوصل للتيران قسما بالله واش هادشي عشتو كيفاش القصيرين كيدخلوا شوف كيدور مع هذا نقز من الحيط شوف انا غنقول لك الدور ديال الامن اسمح لي شوف الله يجازيكم بخير تعرفوا خصك تعرف شنو هو الدور ديال الامن في الملعب اشنو كيفاش الدور ديال الامن هو يحمي الانسان الحمايه شي الدخول اسمع اللي غيدخل راه هما هذوك اللي ديليغي اللي مسؤولين تماك هما اللي مسالتهم اسمع الامن المهمه ديالو هو حفظ الامن اما عندك الورقه ولا ما عندك شي راه غير تيعاون بعض المرات ما هماش غالوش انه عندك الورقه ولا ما عندك شي اللي مسؤول العشيرين السي سعيد يدخلوا بلا ورقه للتيران ماشي مشكل يدور مع هذا ودخل بلا ورقه وباك صاحبي ماشي مشكل دخل هذا هو المشكل ياك ماشي مشكل القصيرين كيفاش كيدخل للتيران الحصر كيفاش كيدخل للتيران قسما بالله السي سعيد عاودت لك واحد الحكايه تقول انا راه مشيت مع رجل امن والورقه انت شاد الورقه في يدك وملي كتعطيها ليه ما كيقطعهاش كيشدها عنده ويشدها من عنده يشدها من عند هذا وكيعطيها ايوا هاد الممارسات ما خصهاش تكون الا دارها واحد شوف ما كاين حتى مشكل الا دارها واحد ما يمكنش نسبوها لواحد الجهاز كامل حيت فلاتات الا كاين فلاتات الا غنردوا بانه الجهاز كله تيدير هادشي هذا ما عندها حتى شي معنى ولكن انا لا ماشي سعيد ما انا معممش سي سعيد كاين الاطراف كيديروا هادشي والله حتى عشت هادشي كاين كينقصوا من الحياه يدور مع قوه المستعيده اودي واش دابا مركب محمد مجمع تينقصوا من الحيط من المركب حتى حتى كينقصوا من الكرياج هادشي قسما بالله والمستعيده كاين شي كرياج في الخلا ديال الحيوط اللي كاين فيهم كرياج تيرا والله حتى كينقصوا بالله والمستمعين راه عارفين هادشي راه كاين هادشي راه جاري به العمل وباقي دابا واش سعيد المهم ندوز النقطه ديال المزراوي وما نطورش عليك ما نطورش النقطه ديال المزراوي انا في النظر ديالي انا هما عندهم حريه الاختيار انا متفق معاهم حيت مادام السي سعيد انت مدرب وما كتعيطش عليا في المرحله الاولى في الاقصائيات وما كتعيطش عليا في النهائيات وغادي على ذلك ملي كتخرج الخارجات كتقول لي انا ما عندي ما ندير بك انت ما دخلش ليا في المنظومه ديالي كتشوش وكدير وكيفاش في الاخر كتصيفط واحد غير غيتحاور معايا في التليفون وبغيتيني نقبل اذا انت بالنسبه لك من حقهم صافي انا من حقي الان نفكر في المقابله الجايه ونتهى الموضوع نفكر في مقابله وهذا الاستدعاء اللي جا راه ماشي في الوقت ديالو لا سي سعيد شكرا لك بارك الله فيك سي عبد الفتاح من الرباط سي عبد الفتاح مساء الخير سي عبد الفتاح الورد مساء الورد سي سعيد الله يحفظك مولاي اش نقول لك سي سعيد كيفاش نساوي البارح وكيفاش نخدموا غدا شنو هي البنيه التحتيه اللي نخدموا عليها هذا الشغب غدا وبعد غدا ومن هنا عام
الو شنو توقع هذا الشيء؟ العامل الاول ديالو هو هاد الهولسه القرقوبي هو اللي تيدير هذاك الشيء. الناس اللي تفرجوا في الماتش مشاو بحالاتهم، بقاو هذوك البدله السوداء هما اللي بقاو، هذوك الدراري كلهم مقرقبين. هذا الشيء هو اللي كاين. اما الناس ديال الجيش الملكي مشاو بحالاتهم. العامل اللي نخدموا عليه هو نحيدوا هاد القرقوبي من البلاد، هو اللي تيدير هاد الشيء السي تاعي. من غيره ما كاينش. الدراري تيدخلوا مقرقبين، ما تيعرفش كي بغض النظر على الشغب سميتو، شحال واحد قتل امو، شحال واحد قتل خوه في هذا الشيء القرقوبي. انا تنطلب من الله وتنطلب من المسؤولين باش يلتفتوا لهاد الماده القرقوبي، هي اللي دايره هاد الشيء. تيدخل الدري التيران بحال سيتو كانوا قابطينه في واحد الكوام ظلام، تيطلقوه تيهيج الدري، ما تيبقى تيعقل الدري. انا الشيء اللي هذا الشيء اللي شفناه، يعني واش قابط العصا الحديده تيفرد البوليس راجل الامن يحشر بيناتهم 5 متر؟ ما كاينش، ما عارف اش يدير دابا. هذاك حتى يفيق عاد غايقول شنو درت، تايفيق. ولكن حتى التربيه ديال الوالد، انت هما خصهم يربيو وليداتنا، نعرفو كي نربيو الوليدات ديالنا، ماشي نطلقوهم. راه مسؤوليه ديال الدوله، حتى الدوله خصها تخدم في هذا الشيء. وجيت نعطيك نقطه اخرى، اي اب غادي التيران يدي معاه ولادو يمشي المقاطعة ويقاليزي على 3 الوليدات ديالو ويدير لهم التصويرات ديالهم ويتلو معاهم. ما كاينش المرافق، الاب هو اللي يكون شأل على وليداتو اللي هما قاصرين باش نتفاداو هاد الشيء. الوغ وشنو هو اللي نخدموا عليه من هنا عام ولا عامين باش نحيدوا هاد الشغب؟ عندنا كوادر في الإدارة المغربية، عندنا ناس الوزن ديالهم ثقيل، إلا ما عرفناش نخرجوا من هذه المسألة نحطوا السويرتات ونخليو وحدين اخرين اللي هما عندهم القدرة باش يسيروا هذه المسألة. يلا شكرا سي عبد الفتاح، تنشكرك. بارك الله فيك، بارك الله سي عبد الفتاح، بارك الله فيك. كنتي معنا من الرباط، نمشي عند سي عبد الرحيم الدار البيضاء. سي عبد الرحيم مساء الخير. مساء الخير سعيد الزدوق، وبغيت نهضر معك على المنتخب الوطني اللي كتهمنا جميع المغاربه، كتهمهم المنتخب الوطني في هذه 10 ايام اللي بقات. نديروا المدرب، الاختيارات ديال المدرب بالنسبه للجياش واحد الوقت ما بقاش كيدخل ليه في المنظومه. من بعد كاس افريقيا بان لي بانه ممكن يرجع حسب النقص اللي كاين في المنتخب. وحاليا ماشي نقول بانه المدرب هو اللي عيط على جياش ولا فوزي القزع، اكثر من الجماهير المغربيه وخاصه البيضاويه اللي نادت على الجياش ولقاو راسهم بانه المقابله ديال الرسول غتكون في الدار البيضاء بدون هاد اللعابه غتكون تاثير نفسي. هنا رساله غنوجهها للمزراوي وزياش، النداء للشعب المغربي اللي نادى بهاد اللعابه يجيو، الشعب الكروي بالخصوص. المغاربه كلهم عز عليهم الكره، وكما قلتي كاس العالم ماشي سهله، وهذه محطه بالنسبه لهاد جوج ديال اللعابه اللي سمعوا النداء ديال الناس ديال المغاربه اللي باغي المنتخب الوطني يمشي لكاس العالم وغيساهموا معاه وغيدخلوا للتاريخ. هذه رساله لجوج ديال اللعابه بانه محتاجهم المنتخب الوطني في هذا الوقت اكثر من المرحله الاخرى، محتاجهم في هذا الوقت. علاش انت صحفي وعرفتي المقابلات اللي كيدوزوا ديال السد، وعلقتي على المقابله الفاصله ديال زومبيا والمغرب في 94 كيفاش كانت الصعوبه ديالها؟ ان المقابله ما غتكونش سهله، وخاصة المقابلة الآلي، إن كل شيء خاصو يتجند باش المقابلة الآلي ما يخسروش فيها، باش ما نخسروش فيها خصنا نتجندو، وخاص المسؤولين هنا يحاولوا يساعدوا الجمهور باش يمشي بكثافة وكثافة، باش يساندوا المنتخب بالدعم النفسي. الأهم هو تأهيل كأس العالم، ومن بعد هذا غنشوفوا اختيارات ونشوفوا شي حوايج أخرين. هذا هو المرحلة ماشي سهلة، كتبغي ناس اللي دايرين بهذا الشيء، باش يقولوا المنتخب الكونغولي سهل، ما يكون سهل مقابل الذهب والكتعر. قصدي عبد الرحيم حتى واحد ما قال سهل. حيت بالنسبه للقرعه تفادوا الكاميرون هي المرحله ماشي سهله. هذا هو النداء ديالي، نداء لزياش ومزراوي باش يطلبوا. سي عبد الرحيم، سي عبد الرحيم فقدنا الاتصال مع سي عبد الرحيم. اذا فقدنا الاتصال مع سي عبد الرحيم. واحد الواتساب، تحية لسي سعيد جميع طاقم راديو بلوس، معك رضوان سعود من نيويورك. الكل كان متعطش للجماهير في الملاعب الرياضية، ولكن عندما نرى مثل ما رأينا في مباراة الجيش الملكي والمغرب الفاسي بعد اقتحام الجمهور الملعب شيء مؤسف جدا.
وهذوك لا انا لا اعتبرهم جمهور بتاتا. لذا يجب على السلطات المحلية اتخاذ تدابير لازمة وقرارة صارمة تجاه الفئة التي تم القبض عليها سواء كانت قصير أو غير ذلك لردع هؤلاء المشاغبين ويكونوا عبر الآخرين. وكذلك يجب تكتيف الأمن عند ولوج الملاعب ولا يسمح القاصرين بالدخول إلا برفقة الآباء أو ذوي الأمر منهم. وشكرا شكرك على المشاركة ديالك. المشكل في تسيير شؤون الملاعب ما يخص الشغب لا يمكن أن السلطة الأمنية أن تسير في كل البلدان. تسيير يتم طريق شركات متخصصة لديها. صحيح أنا شوف إحنا يمكن الناس ديال الأمن تحاولوا يساعدوا الأمن. مفروض أنه تيجي تدخل في الوقت اللي تيكون شي حاجة اللي تدخل ديال الأمن. أنا اللي غنحكي حكاية شتها في ملاعب إحدى ملاعب العالم. كان منظم المسؤول على التنظيم طلب واحد السيد يدوز واحد الجهه. هذاك بغى يدوز من داك الجهه قالوا له هذا المكان ما تدوزش منه. قالوا لا ندوز منه راه حيت قريب. عيط لرجل الامن قال له هذا السيد راه بغى يدير الفوضى. جا مول الامن قال له غتنفذ التعليمات اللي قال لك السيد حنا راسو رجع ورجع لاخو في حالته صافي. ما قالوا له فين غادي ما تدخل الا من اجل حفظ الامن. اما اللي تنظم راه معروف اللي تنظم. الا اللي تنظم حتى هو ما تيديرش غلط وهذا موضوع اخر. مشي عند سي جمال مراكش. سي جمال مساء الخير. الخير سي سعيد. مرحبا سي جمال. الله يحفظك سي سعيد. مرحبا سي. هضر لك على الشغب ديال الماتش تاع الجيش ومغرب الفاسي. تيقول لك سي سعيد زي منعوا القاصرين. ولكن هذا راه ماشي حل. شو الحل في نظرك؟ لانه عرفتي علاش دابا شكون اللي تيعمر الملاعب ديال المغرب كامل؟ هما القاصرين. راه اغلبيه هما القاصرين. حنا اللي دخلنا على 15-16 الملعب. لا هو لا انا مشيت مع القاصري ولكن تلقى الناس بالكرافات ديالهم. اي ولكن تنقول ولكن الاغلبيه دابا ماشي الاغلبيه. الا تهضر على دابا شكل اخر. لا حنا كنكونوا دراري في وسط الرجال. تنكونوا دراري صغار في وسط الرجال. يعني ما يمكن لك شيء يعني تيكونوا الرجال قدامك هكا تنشوف هكا عرفت انا الملاعب. لانه عرفتي علاش دابا بيمنعوا القاصرين شنو هو الذنب ديال الجماهير الاخرى ديال وجده وخر يبقاو. لا دري اللي عنده 15 عام و16 عام و17 ما يدخلش للملعب يعني خصو يكون مرافق. 16 عام و17 تيبان كبير تبارك الله. 16 عام وطويل عرفتي قداش راه راجل. شوف انا نقول لك انا نقول لك الاشكال فين كاين. الاشكال اللي كاين هو انه من تيكونوا الملاعب ديالنا ما تنشوفوش واحد الخليط ما بين واحد عنده 50 عام واحد 30 واحد 15 واحد 14 يبان لك كلشي في واحد المنطقه فيه دري صغيورين. ما كاينش يعني الا مشى غير شي واحد دار شي 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 شغاب تيتبعوا الاخرين. هذا هو ما كاينش واحد النوع من يعني اسميها ما كاينش اجيال مختلفه في واحد المكان تيتجمعوا بوحدهم في قنت واحد. وكان جمهور الجيش هو من احسن الجماهير في الاخلاق السي سعيد. ايوا جمهور تاع الثمانينات وبدايه التسعينات. ايوا شي اللي كاين شي اللي عطل ودابا اللي عقبوا هذوك اللي داروا الشغب اللي شدوا ينزلوا عليه. اما كاين القاصر راه كاين راه السجن راه كاين بلاصه القاصرين. ايوا المحل حنا بغينا البلاصه ديالهم تكون هي مدرسه ماشي هي الاصلاحيات. وكاين اللي تيقول لك اولاد جيروم هذوك شو دارهم بقلب الكاميو وقلبوا الطوموبيلات والكاميو وجروا على الامن. هادشي اللي كاين. يا سي جمال شكرا لك. مشي للرباط عند سي محمد. سي محمد مساء الخير. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيداير سي سعيد بخير؟ الله يبارك فيك. عندي واحد المداخله عافاك بخصوص المنتخب المغربي. اييه انا بعدا مشجع قح للمنتخب المغربي ولكل ما هو مغربي سواء الليفار الرجال وداد لكل ما هو ممثل مغربي في انا مشجع ليه. انا عندي مداخله بخصوص المنتخب المغربي. بغيت نفهم غير شنو هو السبب اللي مخليين داك المدرب حليلوزيتش في قياده المنتخب الوطني. هذا السؤال يمكن نطرحوه نهار 30 في الشهر. لا هذا اسمح لي سي محمد ما بغيتش نحصرك غير ما عنده باش يفيد دابا حيت هو اللي المدرب هو اللي غنشوفوه نهار 25 نهار 29 اذا اسمح لي انا ما عجبنيش ياك انا ما عجبنيش ولكن هو اللي كاين شنو الا قلتها ولا ما عندها باش تفيدني نهائيا. خلي نهار 30 وعيط ونقولوا اش باقي تيديروا ولو نتعالوا. نعطيك غير واحد جوج نقط نفضلك. حنا تفرجنا في التصفيات اللي لعبناهم كلهم على التيرانات ديالنا اللي داخل الوطن. اداء السودان واخا كنا تنربحوا بواحد النتيجه ولكن السودان كانت تشد عندنا كره اللي عندها خط وسط ضعيف.
فما كنا دائما تنخوفوا من انه نلعبوا ضد منتخب اللي يكون عنده خط وسط قوي. حنا شفنا غير الماتش دابا حاليا اللي ماشي في الاوج ديالها, شوف شنو دارت لنا في الماتش. ثانيا هو داك الخرجات الاعلاميه ديالو. انا باقي تنعقل على انه في اوج الازمه اللي كانت عندنا ما بيننا وبين الجزائر خرج شي يقول لك لا بان الشعب المغربي تينتقدني غير حيت المنتخب الجزائري تلقات. شتي في هذا التصريح هذا كان خصو يطير, ما كانش خصو يبقى هذا المدرب. هذا التصريح ما كانش محلو, متفقين. وزائد انه هاد المناوشات اللي ماشي غير مع المنتخب المغربي, مع لاعبين المنتخب المغربي, راه دارهم في جميع المحطات اللي داروا اللي درب. دائما النزاعات هو ماشي هاد المدرب دابا واش تيبغي يدير, تيبغي انه يكون هو القائد الاول للمنتخب لاي فرقه حل الفيق, غير يمشي يكسر دوك الاهرامات ديال المنتخب. حنا تنشوف انا غير فاش جر اول ماتش. سيدي محمد انا مزوق فيك, هضري على المستقبل. انا مزوق فيك. لا ما تهضرش على المستقبل, تنهضر على لا هضري على المستقبل. تتعاود داك الشيء اللي هضرنا عليه عاوتاني, غنعاودو تنعاودو غير الحكايات اللي كلشي عارفها. يلا نهضر غير في واحد النقطه اخرى بخصوص كذلك فوزي القزح. انا ما كنتش ننتقد فوزي القزح, وريني في الخرجات الاعلاميه الاخرى ديالو ما صراحه ما عجبنيش بتاتا, لا قبل كاس افريقيا لا حاليا. فاش خرج وقال تيقول بانه شكون اللي غادي يوفر لزياش مثلا كاس العالم, راه السيد كون اختار هولندا راه كان غادي يلعب. كون دابا ما كاينش هولندا, ولكن راه هو فضل المغرب على هولندا. كون اختار هولندا راه كان غادي يلعب كاس العالم مرارا وتكرارا. لا هو اللي ما كانش قاعد واسمع لي هو القصد ديالو هو انه من بعد ما اختار المغرب ياك, يعني باش يلعب كاس العالم عنده المغرب. ما قال شيء, هو مازال ما اختارش. كون قالها هو باقي ما اختارش غنقولوا بانه دار غلط. الان دابا حال لا اسمع لي, دابا حاليا زياش مغربي ما يمكن يلعب الا مع المغرب. قال بانه المغرب غيوفر له كاس العالم. هذا هو, ما فيش شي حاجه اللي هي اهانه لزياش ولا شي حاجه. معناها انت ولد المغرب اجي تلعب باش كاس العالم. المهم الاراء تختلف والفكره تناقص. المهم وكذلك على بخصوص حمد الله, انا تنشوف غير في التصريح الاخراني فاش سولوا الصحفي قال لي بخصوص عبد الله بالزربه الولي الطريق وقلبوا قال لي دابا نشوفوا من بعد. علاش تنشوفوا هاد الكيل بميكيالين ما تيتعامل دائما المنتوج الوطني, تيتعامل دائما تنبغيو نحطموا اللاعب ديال المنتوج ديال البطوله الوطنيه واي اي اي طاقه وطنيه تبغي, اي طاقه زعما منتوج محلي ديما المسؤولين تيبغيو يكسروه. علاش حمد الله ما غاديش يدوروا ليه كيف ما دوروا المزراوي ولا الزياش ولا الزول اللي رفض يجي؟ علاش ما غاديش يدوروا ليه؟ دار خطا, نقولوا انه دار خطا واخا هو كان خطا مشترك بينه وبين بالهند وبين القائد بن عطيه وبين اللي ما تدخلوش باش يفكوا النزاع. علاش دائما داك الحقد بقاو حاقدين على حمد الله؟ يا لا رسالتك بابت يعني من الشرح ديالك يعني قدمتيه. شكرا لك سيدي محمد. يلا الله يعاونك. شكرا لك سيدي محمد, بارك الله فيك سيدي. انا ما كنقلع باش واحد يهضر على يعني شنو يدري. دابا حنا يمكن حنا عندنا واحد الدا نهضروا على الحجه اللي فات, لانه اللي فات يمكننا نكيفوا الهضره كيف ما بغينا. يعني الراي ديال المستقبل, وهذا هو المشكل. تطرنا في الجماعه تبقى نضحكوا اللي فات حاجه اللي فات والمستقبل حتى حد ما يهضر فيه. راه المدرب ما كاينش معليش اجماع نهائي, راه هو اللي غيكون في لوبوندو شهر 25 ولا 29. هاد الهضره اللي غنهضروها غناجلوها لنهار 30 حتى ولو نتاهلوا. وقلتها يا عباد الله, قلت بعيني حتى ولو نربحوا ب4-0 ويدير مقابله من اروع ما يكون, نجي ونقول يمشي في حالته ما كاين حتى شي مشكل. دابا حنا تنضحكوا على الشيء اللي فات, عاوتاني غنرجعوا عاوتاني ونرجعوا ملي كان مع اليابان وملي كان ما يمكنش نستمر بهذا الشكل. هكايا سي عبد العزيز من الدار البيضاء. سي عبد العزيز عندك شي مشكل؟ سي عبد العزيز عنده مشكل في الهاتف. نمشيو للسي عادل. سي عادل من الدار البيضاء, مساء الخير. مساء الخير سي سعيد. مرحبا سي عادل. الله يبارك فيك. انا ما غاديش نهضر على المنتخب المغربي, لان كما قلتي انت المنتخب المغربي خصو يتناقش من مورا المقابله الفاصله ديال ولا نهضروا. انا شوف اسمح لي سي عادل ما هضرتش على القضيه. انا من الاول اللي تهضر من المغرب والكفاءات, ما الان ما لقيتش شي مستمع اللي عيط وقال لي انا اثق في يحيى جبران يلعب في الفريق الوطني. اسمع لي, واثق في انه يلعب كمهاجم اوسط فلان. يعني احنا كلنا تنهضروا في شي حاجه اللي واضحه. شي واحد يتحمل المسؤوليه ويقول بانه انا هذا اللعب ولا ما بقول. شي واحد يقول على الاقل لهذا اللعب هذه هنايا نعطيهم الاعتبار. اللاعب المحلي عطيونا السميات, ما كرتينا حتى هنا بالسميات يداولوا.
على الاقل يعني نوصلوا للمسؤولين بانه راه كاين واحد اللعابات الاسم ديالهم تيدور في الصحافه فلان وفلان وفلان وفلان. دابا حنا ما قديناش ملي تنقولوا اعطيني 4 اللعابه تيقول لي الا راه معروفين هما اعطيونا اللعابه باش على الاقل نذكروا عليهم. انا عز عليا يحيى جبران مزيان يصلاح يلعب ونقول يلعب علاش ما يلعبش هاي مزيان ما كاين حتى مشكل. يجي واحد اخر يقول لي لا انا افضل ظريف بلاصه اقرد مثلا هكا هذا هو النقاش انسان يعبر على واحد سميتو اما غير عاوتاني نرجعوا لجياش ما لا يلا سي عادل صحابي النقاش خصو يكون مستقبلي بالنسبه للمقابله اكثر اكثر ومن بعد ومن بعد ما نساليو هاد الدوره عاد نجي نديروا الخلاصه ديال هذا المسار كامل ما كاين حتى مشكل. نخليو المنتخب بجانبا ونبغي نتحدث نقطه اخرى هي انه واحد الجمله اللي ولات متداوله في المنابر الاعلاميه ديال ازدواجيه المهام مع كامل الاسف انا ما كنفهمش هاد الجمله هذه منين جابوها لانه عبر التاريخ دائما الناس اللي كتكون في الجامعه ولا كتكون كتاخذ شي منصب في الدواليب ديال كره القدم كيكونوا من رؤساء الفرق هادشي معروف هادشي انا قام تسوق لهاد الهضره هادي. لا يندى له الجابين السي سعيد بادوق هو انه ملي كيخرج واحد المناطق الرسمي ديال واحد الفريق اللي هو الرجاء والمناطق الرسمي اللي هو الابراهيمي باش بمسمياتها وكيبدا يروج المغالطات لا لشيء لتلميع الصوره ديالو. انا لو يخرج واحد مثلا انسان عادي كيتكلم بالكلام نقول بهذيك الهضره ديال القهاوي ما كاينش مشكل نقلصو ولكن ملي كيخرج واحد الانسان اللي هو مسؤول وناطق رسمي وعارف بالخبايا وعارف بالقانون وكيخرج وكيبدا يتكلم بواحد الطريقه اللي هي فيها نبره ثوريه وفيها نبره تحريضيه لبعض الجماهير لان ماشي كاع الجماهير غادي تنطاق اتجاه ديال الكلام اللي كيقول هو لانه ما يمكنش انه في اي خطا تحكيمي غادي يخرج وبدا يهضر على اساس انه الهضره ديالو لا تناقش وبان القرارات اللي اتخذت كلها خاطئه وهو بوحدو في المنظور ديالو بانه الكلام ديالو صائب. ما كنعتقدش بان ايطاليا واسبانيا اللي كل احد كيديروا برنامج خاص على الاخطاء التحكيميه غنكونوا حنا احسن منهم. يعني فين ما يكون شي خطا الناطق الرسمي كيخرج وكيبدا يضرب في المؤسسات وكيف يضرب في الفرق. لا شوف 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 لا ما نبغيش حتى المنبر ديالنا غيدخلوا في هذا الجدال. لا شوف الا هو قال هذا الكلام هكايا هو تيتحمل المسؤوليه ديال الكلام ديالو باش نتفقوا. وغير بالنسبه انا شوف انا عمرني ما شككت في شي فوز ديال شي فريق بشي لقب. هذا الشيء كذلك ديال زواجيه المهام ناس دازوا رؤساء ديال الجامعه ومسؤولين على الفرق وفي الفتره اللي كانوا فيها ولا الفرقه ديالهم دات شي لقب باش نتفاهموا باش نكونوا متفقين باش ماشي كاع اللي تيكون رئيس الفرقه ديالو تتربح. لا ولكن غبلتي اسمح لي قاطعك الله يجازيك بخير. انا بغيت نعطي لحقاش هذه رياضه كتناقشوا كره القدم ممكن كنهضروا في الجوانب اللي تقالت واللي دازت عبر التاريخ لانه هذا السي الناطق اللي كيخرج وكيتكلم قال مجموعه من الاشياء منها انه الفريق الوحيد اللي كيهز الرايه المغربيه ماشي. لا لا شوف شوف لا شوف هذه شوف لا 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 سي عادل الله يجازيك بخير. لازم شوف الى شي واحد باغي يكسب الود ديال الانصار ديالو من حقه يدبر راسو ولكن راه ما كاينش لا واخا خلي لا والله يجزيك بخير لا 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 لا, لا سي عادل خليك معايا في الخط والا غادي باش نتعاوروا. انا ما كاينش شي واحد اللي يمنع على بانه هو اللي هز الرايه في هاد البلاد. كل واحد تيهز الرايه في المناسبه ديالو وكاين اللي هزوها في محافل كبيره وكبيره وكبيره بزاف راه ماشي في كره القدم راه تهزات في محافل كبيره في العاب اولمبيه وفي بطولات العالم في اعلى مستوى ما كاين حتى مشكل. كل واحد عنده النصيب ديالو. غير بالنسبه لي انا ما تنبغيش نشكك لانه اليوم لما غنجي نشكك في واحد السيد عنده المسؤوليه ديالو وهذيك السيد المسؤوليه مقترنه مع المسؤوليه ديال الفريق ديالو اللي هو الوداد ما نبغيش اي واحد اخر يجي غيجبد لك عاوتاني الرجاء ملي كان اوزن مسؤول. انا تنقول لك الرجاء خليني نكمل لك الرجاء ملي كان اوزن مسؤول دات العقب ديالها عن جداره ما تحد ما حيدها ليها. انا ما تندخلش في هذا الشيء بانه حيت كان مسؤول راه كان تيربحوا. لا ما دار لا يستقيم هذا الشيء هذا. خليوا الالقاب ديالكم نظيفه خليوها نظيفه ما معنيت نظيفه انت غتجبد لي المساوئ ديالي ولا جبت المساوئ ديالك والحسنات مشات. لا ولكن خلينا نبقاو في ما هو رياضي. واش نقول لك انا شنو تنقول انا ما هو رياضي انا ما تنذكرش على خارج ما هو رياضي. يلا سي عادل طولت معك. يلا سي عادل واحد نقطه سي سعيد. واش نقطه ولا محاضره؟ لا غير نقطه غير لواحد النقطه السوداء اللي كاينه هو في المنابر الاعلاميه ما كاينش الرد ديال بحال مثلا اللي كدير انت وكتوقف ملي كتكون شي مساله ماشي هي هذيك وتوقف تناقش. لا غير شوف انا اناقش الحاجه اللي تبان لي شوف شوف انا عمرني ما غنشكك في شي لقب ديال شي فرقه
والاخطاء وانا ما غنبغيش نجي نقول بانه الاخطاء، انا عارف الاخطاء اللي استفدوا منها الفرق كاملين. ولما تنقول الفرق كاملين عادي عادي لا خليني نكمل سي عادي. شوف خلي شوف كره القدم هذه سيدي عادل، انا عشت كره القدم عن قرب وعارفها مزيان، وعمرني ما شككت في شي واحد اي خطا استفد منه واحد الفريق تنقول خطا تحكيمي، عمرني ما قلت بانه هذاك الرئيس ولا هذاك الرئيس، صافي انتهى الامر. انا هادشي انا عارف مباريات اللي استفدوا منها فراقي باخطاء تحكيميه وفراقي اللي ظلموا فيها ونفسهم، لا الرجاء ولا الوداد كاين استفدوا من اخطاء تحكيميه وتظلموا، ولكن عمرني ملي تيستفد خطا تحكيمي تقول بانه هذاك الحكم لا راه مشري ولا مدير، تنعتبر هذا داخل في اطار كره القدم. انا هذا كصحفي ولكن الا كان محبين بغاو يحسبوها هكايا تيسيئوا للفرق ديالهم. شكرا لك سي عادل. ولينا سي سعيد يتحمل المسؤوليه ديال الكلام ديالو. انا شنو نقول؟ انا عارف انا عارف بانه على سي عادل. سي عادل شوف سي عادل شوف الرجاء مشات لعبات في قنيطره واحد المباراه مع النادي القنيطري بالنسبه لهم بطوله ذات الجيش الملكي وكلشي عارف هذا الشيء، الجيش الملكي مع الكوكب داروا التعادل وتعادلوا والرجاء ربحات وداو البطوله، كون كنا بانه هادشي الجيش الملكي كانوا كون ردات البطوله هذاك الشيء اللي كاين ونفس الشيء بالنسبه للرجاء عطيها البطوله في الدار البيضاء. شوف انا مع الكوكب ولهذا كما تنقول بانه راه انا بالنسبه ليا اخطاء تحكيميه وحتى الا كانت شي حاجه تتكون محدوده في شي فرد ولا جوج، اما المؤسسات ما عمرني عرفت بانه شي مسؤول كبير تيقول لهم لا خصني ندير البطوله. انا تنقول لكم بدليل انه شوفوا شحال من رئيس داز وشحال من مسؤول داز ما عنده ولا لقب. ايوا وفينا هاد العالم كان مسؤولين. ما كتبغيو الميساج يكون وصل سي عادل. هادشي اللي كاين. شكرا سي عادل. مشي عند سي هشام الدار البيضاء. سي هشام مساء الخير. انا سي سعيد. مرحبا سي هشام. كي داير سي سعيد خويا سعيد الله يطول عمرك. سي سعيد. الله يطول عمرك مرحبا. عندي غير ما نقولش نقطة لأن مالي النقطة كيطولوا شوية نقولها فاصيلة. ما كنت مشكل مرحبا. عندي واحد لفت الانتباه المباريات ديال الديربي المحتملة لا في البطولة ولا في كأس العرس المفترضة. لا مفترضة مزيانة كلمة مفترضة مزيانة. والله ما عندي ما نسالك فكرتي في هادشي في هادشي اللي جاي. بخصوص الحضور الجماهيري. كنشوفوا انك التنافسيه في حضور الجماهيري اييه كل واحد يبغي يقول انا قوي انه قوي. كنشوفوا مثلا الرجاء طنجة يعني الملعب ممتلئ عن اخره، الوداد مع محمديه كان ملعب ممتلئ عن اخره، اذا هذا الديربي ان تيراني يهزر الجماهير اييه. انا لفت الانتباه ديالي كمقترح يعني مثلا في البطوله يدخل فقط جمهور الرجاء، في كاس العرس الوداد تستقبل يدخل فقط جمهور الوداد ما يتلاقاوش زعما ايوا. ولكن شكون اللي ضمن لنا بانه غيتلاقاو في كاس العرس الا ما تلعبوش هي البطوله ديال كاس المباراه ديال كاس العرس؟ البطوله يعني السنه المقبله يبقى نفس الوتيره يعني رانا دابا الجمهور ولا في تنافسيه راه يعني تفادي المشاكل اولا حتى اسمحوا للجماهير باش يدخلوا تكون ترتيبات صارمه يعني مثلا التذاكر يعني تكون البيع ديالها اسبوعين قبل مثلا الفريق المنهزم الجمهور ديالو يخرج بعد مباشره بعد نهايه المباراه الفريق الفائز الجمهور ديالو يبقى داخل الملعب واحد ساعه ونص. هذه الفكره ديال انه المباراه الذهاب والاياب يعني كل 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 مباراه يحضر فيها الجمهور ممكن تناقش ممكن لان دابا دابا تلقى الجمهور بيناتهم صعيبه. دابا شوف مولاي عبد الله تجي شوفات يعني الملعب بعيد على الساكنه وشويه معزول، ما بالو كان محمد الخميس حدا الساكنه المعاريف يعني المحله التجاريه الله يحفظه صافي. هذا هو الفاصله ديالي مجرد الانتباه. لا يخطيك لا يخطيك بارك الله فيك بارك الله فيك سي هشام شكرا لك. فاصل ثم اعود للمستمع الكريم. جديد الترحاب بكافة المستمعين الكرام على أثير راديو بلوس، أنتم دائما مع برنامج نقاش في الرياضة في تواصل مع المستمعين الكرام. غير ندير واحد الرد، كاين بزاف ديال 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 الملاحظات، غير خصنا نفهموا واحد القضية على المستوى الإعلامي. راه القضية ديال ضبط البرامج راه ماشي شي حاجة اللي هي سهلة، ماشي غير جولفو باللي الكلمة اللي تقال خصها تدوز. لا احنا الحريه كاينه ولكني لما تيكون شي راي يقتضي انه خصك دير واحد الرد مفروض
هذا مفروض، هذا ما دي في القانون، هذا قانون ماشي شي حاجه اللي هي تنجتهد انا من رايي، لا مفروض القانون، القانون القانون اللي يعني 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 الهيئه العليا ديال السمع البصري تقضي انه الانسان يعرف كيفاش يتجاوب مع اي حاجه اللي تقالت هكا ولا هكا، هو راي ما كاين حتى حد ما حيدو، ولكن الانسان تيعرف انه خصو يدير الامور بالقواعد ديالها، ماشي غير تجي دوز وهي كل شيء غالي تبارك الله عليك، لا الراي ولكن ولا بد من التوضيح بهذ الامور اللي خصها توضيح. نمشي عند سي حمزه من الدار البيضاء. سي حمزه مساء الخير. سي حمزه. الو السلام عليكم. عليكم السلام سي حمزه. تحياتي لك استاذ سعيد. الله يحفظك بارك الله فيك سي. بغيت نتكلم معك سي سعيد بخصوص الضجه اللي كاينه حاليا ديال حكيم زياش والمزراوي وداك الشيء. سي سعيد نهار الحد رئيس الجامعه انا فاش سمعت ان اللاعبين غادي يكونوا في المعسكر الجاي انا فرحت، قلت بعدا راه رئيس تحل المشكل. قلنا راه حل المشكل، قال راه شت الطياره مشى لندن دوا مع اللاعب زياش. انا هاد القضيه ديال مشي وش الطياره ومشي انا ما متفقش، نكتب عليك انا بقى نطلب الرغب في واحد باش يجي يلعب الكره، المغرب اكبر من كل واحد. ايه انا نقول لك سعيد، ولكن انا نقول لك ماشي غادي نطلبوا واحد اللاعب باش غيلعب معنا اول مره، هذا واحد الخلاف ضروري كتكون واحد يد الحكيمه كتدخل بين طرفين. متفقين حنا ما قلناش لا فهمتيني، ماشي غادي نطلبوا نقول له عافاك وصافي غان عن الشيطان. فهمتيني قول له راه المنتخب وقف على واحد المقابله مصيريه وصافي وراك يجي كاس العالم، وفائده به هو راه غير من داس الراس تخرج قال في الراديو سي سعيد درت واحد ما كاين حتى شي استدعاء ما كاين حتى شي حاجه. باش عرفتي انت عندك معطيات؟ نعم سي سعيد. واش عندك شي معطيات؟ انا اللي قريت قريت هو الرساله اللي مشات نهار 3 مارس. وحنا راه حكيم زياش راه نفوا في الزيارة الرسمي ديالو لا هو لا مزراوي. دابا نتيقوا زياش وما نتيقوش الرساله الجامعه. هو دابا ما عرفناش شكون غادي فوالا. ايوا دابا هو زياش يقول انا تيقته ما كاين حتى مشكل ما عندوش، ولقيت الرساله ديال الجامعه تيقتها، وفين غنشد فين غنعطي راسي واش هادشي ولا هادشي؟ الضجه اللي كاينه دابا سي سعيد. ايوا الضجه انا غنتيق في واحد الورقه اللي هي مسنيه رسميه. ما كذب عليك كذب عليك. لا متفق معاك تهضر معايا بالرسمي ما عدا الا غنعيط لتشيلسي ونقول لهم واش هذيك الرساله وصلتكم ولا ما وصلتكم شيء. لا سي سعيد ايوا ما غندخلوش فينا ما غندخلوش فينا البراني سي سعيد. لا وغير نمشي بهذا المنطق. انا راه ما تنذكر انا قلت لك انا زياش عزيز عليا، انا تنقول لك راه من هذه السنين ما عندناش لعاب تيلعب ذاك الشكل الطريقه ديالو باش ما نحيدوا هذا الشيء هذا، ولكن راه كاين شيء اللي هي تسمى الاصول ديال التعامل، معناها هكا من ديال الامور. انا ما عنديش معطيات. انا شوف انا لافير ديال زياش بعدا مع خليل وزيتش عندي فيها جوج الحوايج، واحد تيقول عدم الانضباط ما عرفتش شنو هو، وواحد تيقول انا عارف ما يجري. هذا الشيء اللي كاين انا عارف هذا الملف هذا ومش عارف نرجع له عاوتاني لانه يمكن تيضر في هاد الساعتين، انا تنسى من بعد ربعه ولكن في هاد الساعتين تيضرنا شويه سيدي حمزه. وشنو تقول لك السي سعيد؟ وانا شوف انا رايي قلت لك عندك شي راي اخو قول لي انا نورني باش نفهم. لا سي سعيد انا غنمشي معك. فاش سولوا في نفس البرنامج سولوا على حمد الله قال لهم غنمشيو خطوه بخطوه. ايوا يمكن واش غنجاوب انا من غير هادشي؟ الا كان رئيس جامعه تقول خطوه بخطوه الله اعلم ما عرفتش شنو هادشي اللي كاين. مع العلم ان حمد الله خارج بتصريح رسمي كيقول لك انا مستعد نرجع للمنتخب. ايوا شوف لانه حمد الله بيني وبينك عزيز علينا هذاك الوليد مزيان، لكن اللي تهز الصاك ديالك وتخوي وتخرج بلا ما تهضر حتى مع شي واحد راه اصعب منك. حتى هو راسه قاعد تحس سعيد. لا شوف انا ما عرفتش الظروف، انا اللي سامع وحتى هذا الشيء واش بصح، انا اللي سامع انه الصاك ديالو حنا راسه مش بحالته. الا هذا الشيء صحيح. سامعين كاملين. ها؟ هذا الشيء اللي سامعين كاملين. وهذا الشيء اللي سامعين، ايوا هذه راها شويه 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 قوسها. واسي سعيد. ما عرف. الضحيه راه هو المنتخب. الضحيه المنتخب وحنا وهو اللي وهذا الشيء اللي خلق لنا شي كره تيلعب دابا معنا ولاعبين وما كاين مشاكل، حنا تنهضروا عاوتاني على حمد الله عاوتاني. واسي سعيد دابا لا حمد الله لا زياش لا المزراوي كون كانوا كيحملوا الجنسيه ديال الدوريات اللي كيلعبوا فيها. اها الله يعاونهم. لا عطيتك غير مثال كانوا غيكونوا رسميين في المنتخب ما غيضيعوش هذوك البلدان ديالهم. اي والله اعلم ما عرفتش. اذا حنا كنضيعوا فيهم السي سعيد. ايوا ما بغيناش نضيعوا فيهم ولكن ما شكون يتحمل المسؤوليه الله اعلم. وواحد الكلمه ديما كتقولها انت السي سعيد راه ديما قبل اي تظاهره رسميه خاصنا نديروا مشكل، احنا خلقنا مشكل عندنا مباراه 25 بحال شي واحد مصيفط لنا شي واحد قال لنا شوف نهار 24 ديروا شي قنبله اخرى عاوتاني تلقوها في الاعلام باش نهار 25
ودي الله هذا دابا كاين زياش المزراوي قبل كاس الرئي يخرج لنا السي بالهندا هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين حنا والو كل ساعه ان شاء الله غنتاهلوا كاس العالم وتخرج لنا عاوتاني شي فيلم اخر و 2006 خرج لنا الزاكي والنيفس ايوا راه ماشي راه حتى في 70 كانت هادشي ما تخافش حتى في 70 انا نقول لك هاي في 70 اللعابه اللي مشاو ولا كان يمشي فلان ما مشاش فلان وداو هذا لانه هذا وفي 86 كذلك مشى هذا كان يمشي هذا شوف راني عشت هادشي كامل ايوا انا الحمد لله تنفكر غير في الحاجه اللي مزيانه الشيء الخايب ما حيت البلاد فيها المزيان والخايب هذاك الخايب تيغطي على المزيان وكنتمنى التوفيق وانا بالنسبه لي مزيان هو اللي يغطي على الخايب هذاك شكرا لك سي حمزه بارك الله فيك مشي عند سي اسماعيل من الرباط سي اسماعيل مساء الخير مساء الخير سي سعيد مرحبا سي اسماعيل سي سعيد الله يحفظك اموي الله يحفظك بارك الله فيك انا كمشجع ديال الجيش الملكي كنت نهضر على المقابله وديك الاحداث المكتفه اللي وقعت يوم الاحد غير واش حضرتي المباراه كنتي في المباراه لا ما حضرتش ولكن كنت كنتفرج فقط لا واش انت من مالف اللي تيمشي ولا ما يعني صراحه كنت كنمشي لكن المهم هذا مع الوليدات يعني مع الظروف ديال المباراه كيف تجرى مع هادشي هاد المشاكل اللي تتوقع قلتي بناقص مدعتك تماما داكشي اذا انت منك واحد عدد كبير اللي مابقاوش يمشيو للملاعب وتيبغي يجوج الملكي تفاديا المشاكل هذه وانا بغيت نناقش معك سي سعيد غير من جوج نقاط العقوبات والاسباب من بين الاسباب الا بغيت نقول من بين الاسباب اولا العقوبات كنقول كما ذكرتي في الاول قلتي واش كافيه ماذا بعد من بعد العقوبات لكن انا كنقول واش هذوك العقوبات هما الحل حيت تكون دابا مثلا نزلوا على الجيش الملكي باش ما يحضروش ليه الجمهور ما تبقى من الموسم ولكن شكون اللي تعاقب في هذا شكون اللي تعاقب فريق الجيش الملكي اللي ما عنده دخل في هذا سميتو اللي وقع وتعاقب الجمهور اللي بغى يتفرج الجمهور اللي بغى يتفرج الجمهور اللي نقي اللي بغى يتفرج راه الا لاحظتوا الا لاحظتوا راه 90 دقيقه باش قبل ما يسالي الماتش باش كان تمارك الهدف الثاني راه غادروا الناس يعني الجمهور اللي جاي يتفرج راه خرج هادو اييه غير ضحيه ديال هاد العقوبات هاد العقوبات من المفروض يمشيو لذوك الناس اللي دخلوا الملعب هذوك القافره هذيك الفئه هذوك الفئه هما اللي كنظن انايا هما اللي خصهم ينزلوا عليهم العقوبات شديده مثلا نعطيك مثال سي سعيد على برا مثلا المهم بعيد على كره القدم مثلا في الطوبيس مثلا ولا شي حاجه كيطلعوا مثلا شي واحد كيهرس الطوبيس ولا شي حاجه كيشدوه كيعطيوه عقوبات جذريه كتكون كما كنقولوا نعم مشدده وكتسير زعما باش حتى شي واحد اخر ما يفكر انه يدير بحالها لا ميم شوز خصنا نديرو هنا يعني العقوبات اللي خصها تكون على هذوك الشادي حيت علاش هانت دابا واش هما زعما فايقين الاخبار دابا هذه العقوبات اللي داروا على الجيش الملكي راه غادي يدوز الموسم والموسم الجاي غادي يجيو لك هما وغيديروا لك لا شنو المقترح ديالك سي سمعين شنو هو الحل؟ الحل انا من بين الحل هادوك الناس اللي دخلوا هما اللي خصهم يكونوا عبره لاي ايوا دابا هادوك تقبطوا منهم 160 ولكن 160 ماشي هما بوحدهم اللي راه 160 يديروا خدمتهم في هذه الحاله هذه لا هو 160 تقبط ايوا ولكن باش غتجيب الامن اللي غادي يقبط 160 راه خصنا نقول لهم نوجه لهم تحيه باش تقبط 160 واحد في وسط داك الالاف لا ولكن سي سعيد انا ما عرفتش انا ملي كنشوف داك الشيء اللي كنشوف مثلا هادوك الجمهور هادوك اللي هبطوا راه هبطوا غير من واحد بوابه صغيره انا ما بغيتش نحمل كما قال واحد الاخ يحمل الامن او سكت انا شفت الطريقه باش نقزوا واش غتحصر فيهم واش غتحصر الاول الله يهديك ولا واش لا انا تنشوف واحد هاز باب ديال الحديد غادي به واحد هاز باب ديال الحديد واحد هاز داك اللوحات الاشاريه كلهم مشاو يكونوا تعزيزات امنيه راه ايوا الى مباراه في كره القدم غنجيبوا جميع القوات ديال المدينه كما باش حكوا باش معروف عندنا في المغرب ايوا عندنا اسمح لي هادشي ملكي مثلا المهم انا هادشي اللي بان ما كاين مشكل اسماعيل مرحبا بك نقطه واحده سي سعيد بارك هي الاسباب من بين الاسباب انا كنت كنتفرج في التلفازه ولاحظت مثلا الحارس مع الاسف الحارس ديال المغرب كي كان كيتجاوب مع الجمهور كان تيدير شي حركات حركات تايد بالاسباب خليها ماشي هي السبب ولكن لا انا راه لا انا كنت كنتفرج في التلفازه وكنسمع الصدى ديال سدان حسن اللي كيتساهل الحارس وتا هو كيزيد يشعلهم راه هذه من بين الاسباب والفرقه ديالو خاسره والفرقه ديالو رابحه
لا ديالهم الاخرين ديال الجمهور اللي تي الجمهور فقط ديالهم خسروا وانت قلت كتزيد يا لا سي اسماعيل كيف ما كان الحال كيف ما كانت المباريات غادي يعني انا نتمنوا الخير يلا شكرا لك سي اسماعيل بارك الله فيك نمشيو لعند سي محمد من الدار البيضاء سي محمد مساء الخير مساء الخير سي سعيد زادو مرحبا بالنسبه لسي سعيد زادو غنهضر على جوج نقاط النقطه الاولى على الشغب انا كيبان لي بان عده عوامل هي اللي كتشعل الفتيل ديال الشغب اولها بان كنشوف انا جمهور ديال الجيش الملكي بان بحال قلتي تقصاو من كاس افريقيا ومسؤول البطوله مشات ليهم واخر منافسه غادروا منها بهذاك الغضب كله هما اللي خلاهم بحال قلتي شعلوا هذاك الغضب كله يعني جميع المنافسات ديال هذه السنه تقصاو منهم ما بقى عندهم علاش يلعبوا يعني حتى لحبسوهم قال لك حتى لحبسونا كاع في الماتشات الاخرين بطوله مشات مشى كل شيء علاش غنمشي بحال قلتي هذاك الغضب ديالهم جات بحال قلتي جات هاجب بزاف والنقطه الثانيه عند المسؤولين بعض المسؤولين وباينين واحد الرؤساء اللي كيقول لك البطوله محسومه وثلاثه نقاط مشات في الخلا ما عندنا ما نديروا يعني كيزيد الجد الغضب بان البطوله محدوده محصور الفرقه احنا اللاعبين ها زايدين يعني احنا زايدين ما حاسبينناش وبالنسبه لنا للحلول هذا الشغب راه من تقريبا واحد انا بعد 22 عام وانا كنشوف هذا الشغب كاين يعني انا كيبان لي الحل هو بعد هذه الفتيله بان بعدا من بعد باش حلوا التيرانات اكادير هبط واحد التيران طنجة كان هبط واحد مرة جاو بركان هبط الجمهور يعني الفاتيل بدا كيبان من مع الوهلة الأولى اللي تحب فيها البيبان يعني كان الأمن كان بحال جامعة دارك يعني هادو كل اللي شدهم كانوا يعطيوهم عقوبات يعني يدرعوا بهم الآخرين يعني فاش شافوا ما كاين والو كنشوف بأن هذا الشيء الحل الوحيد هو كما كيديروا المصريين حنا دابا حنا كنقولوا الرجال ولاد عندهم قاعده جماهيريه ما يمكنش طبع 5000 تذكيره يعني كل شيء لا ما يمكن بما ان الانترنت سهل علينا الماموريه ديال الشغب ديال السيمانه قبل الماتش وليتي بعدا ما بقاش كتشوف الشغب والزحام في الكرياجات والزحام قبل المباراه بواحد يومين يعني هذا الانترنت سام بعدا نقص واحد الشغب بعدا واحد يومين ديال الشغب قبل الماتش يعني وليتي كتقطع الوقت من الانترنت حنا علاش المصريين باش فايتين لا الزمالك في العصبه كاع ودخلوا 5000 مع الوداد يعني هذه كاع عصبه ومهمه احسن من البطوله دار واحد القانون واحد الكوطه 5000 عارفين بان الشغب عندهم حنا لا احق الرجاء والوداد ما يمكنش لك طبع 5000 طبع 5000 وبين وصافي واللي قطع 5000 يحبس اللي خد 5000 ورقه يتحبس سميتو وبالنسبه لسي سعيد النقطه بالعقوبات حقها انا كيبان لي المغرب الفاسي مشى ضحيه بما ان الجمهور ديالهم الامن ما كاينش اللي انت جاي هاجم عليه اش غايدير بقى يتفرج يعني الامن صافي انا مغرب الفاسي مشى الضحيه ديال هاد الجماطات وديال الغرامات يعني الجمهور ديالهم انا شفتو في الاولى طلع لفوق ولكن باش الامن ساحب ما بقاش الامن مامنو اش غايدير يخلي الاخرين يجيو لهم يبقاو يضربوا فيهم يجي يدافع على راسو حشومة المغرب الفاسي تعطي هاد الغرامات يعني او ما عندك ما دير او واحد جاي غايضربك تبقى تفرج فيه تطيح شي روح عاد نقولوا حقه والنقطه الثانيه واحد الموضوع جبتي البارح على مع واحد الاخ وما عرفش يكمل لك كنتي قلتي لي على الازدواجيه المهام كنتي قلتي لي زعما نتغداو حنا مع الربعه والاخرين انا متفق معك في هذه القضيه سي سعيد متفق معك دابا القانون حنا القانون هو يعني دابا حسبان كاع فاش كان في الرجاء راك الشعب كله ديال الرجاء ما بغاش ولكن القانون كان محمي في هذيك عامين يعني الاغلبيه هي اللي بغاتو يبقى ما عندك ما يمكنش لك تخترق القانون راه حتى الشكل ديال الازدواجيه المهام راه الرجاء بوحدها هي اللي كتدافع هي اللي راه قالها لهم كاع الناطق قال لك حنا بوحدنا 12 فرقه كلها باغا هذا القانون حنا بوحدنا اللي خارجين كندافعوا ما بغينا ايوا ولكن شنو هي الديمقراطيه؟ الديمقراطيه ان الاقليه تتخضع للاغلبيه ما خصش الواحد يبقى يقول اسمع لي شوف انا الديمقراطيه تنعرفها هذا هو المنطق ديال الديمقراطيه كاينين 20 ديال الناس 11 قالوا غنمشيو نهار مع الربعه غنمشيو حتى دوك التسعه دخلنا غنمشيو مع الربعه فضينا سالينا هذه هي الديمقراطيه الا كاين شي ديمقراطيه اخرى انه من صوتوا ونجي انا نربح والاخرين ما لاعبينش ما بقاش ديمقراطيه حنا دخلنا درنا واحد القانون وحدين صوتوا عليه الرجاء يحترم القرار ديالهم ما قبلوش هذا الشيء هذا ولكن يخصهم يخضعوا للاغلب ماشي كل لا راه ما قابلينش راه لا يسري علينا لا تيسري عليكم على كل شيء هذا هو القصد ديالي انا راه ماشي القصد ديالي راه عمري ما هضرت علي تنشوف شكون هو هذا اللي في هذه الجهه عاد ندير تحليل انا التحليل ديالي منطقي ومعقول هاكا تنشوف انا يمكن في نظر شي وحدين اخرين غلط ما عنديش مشكل ولكني مع راسي غنبقى نعاودو كل نهار ما عندي علاقه لا بالرجاء ولا بوداد كاين واحد القانون
صوتوا عليه تيتسمى في البرلمان. شنو البرلمان؟ كاين قانون تيدوز بالاجماع وكاين قانون تيدوز بالاغلبيه. هذوك اسمح لي، هذاك القانون اللي داز بالاغلبيه واش ما غيطبقش على هذوك اللي رفضوه؟ غيطبق عليهم. اذا صافي داز القانون، اذا تيسرع لينا صافي. ما كاين انا قاب ماشي قابلو، غيتفرض عليا ما عندي ما ندير. غادي نناضل، نمشيو نناضلو على اساس انه ما يكونش هادشي هذا، ونجيو ندير واحد نهار الجمع العام ونقول اودي خصنا نبدلوا هاد الماده اللي تتقول بانه الرئيس يكون نجيبو من شي محل اخر. ما عنديش مشكل. هادشي الا كان متفق معك السي سعيد، ولكن الراجه ديما كتنوض كتقول لك انت ما متفقش مع هذا القانون، ولكن ما كاينش اللي يدعمها، ما كاينش اللي يخرج معاه يعاون. وهذا الديمقراطيه، ما بغاوش الفرق الاخرين، ما بغاوش يمشيو مع الراجه، اش غندير لهم انا؟ الا جاو واحد النهار 16 فرقه جاو عاوتاني الاغلبيه، ما حيت ماشي قضيه ديال الا جات الاغلبيه مع الرجاء تبارك الله امين. علاش نقولوا لا؟ نقول لا سير بقى مع 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 مع, مع النصيري راه هو اللي كان رئيس العام اللي فات. لا راه هذا هو. شوف انا هكا تتبان لي الامور والناس اللي هو كل شيء. ما صافي يا سيدي، الا كاين عندنا واحد القانون تيقول بانه ينتخب رئيس ديال العصبه الاحترافيه من بين الاعضاء ديال سميتو، راه من بين الاعضاء. ما عدا الا يجي بدو القانون، بدو القانون بين عليه السلام. واش سعيد؟ نعم سيدي نعم. ولكن الا كنت انت صالح، انت صالح والاخرين كلهم فاسدين، مشاو مع الفاسد. لا لا لا, لا, لا باي حق نعطي لراسي انا صالح والناس فاسدين؟ واش انا هو شنو انا من ملائكه؟ لا لا ما كل وعلاش ما تقولش بان الاخرين هما اللي صالحين وانا اللي فاسد؟ لا شوف شوف الكلام بحال هكا خصو يكون موزون مزيان سيدي محمد، ما نبقاوش نقولوا كلام غير واحد هز قفه ديال الحجر وتيشير. لا لا، لما تنذكر مع مؤسسات راه حنا مع مؤسسات. الا انا كنت غلط، الا شي واحد يبعث لي يقول ديال غلط القانون، ها ما تيقول انا الفهم ديالي اللي عارفه اللي وداك الشويه اللي قريت عارف انه هذه هي الديمقراطيه. الا شي واحد يقول لا انا ما عامش بهذا الشيء هذا، راه لا وله ذلك. انا اعبر على رايي، الا شي واحد بغى يعبر على رايه مرحبا به، ولكني غير ما يخرقش القانون، ما يقولش لا علاش هذاك رئيس. انا لا ادافع على النصيري، لا ادافع. حتى ملي كان اوزال كان رئيس، كان رئيس بالقانون، ما ماشي تسلط عليها بقانونيين. انا رئيس مجموعه الوطنيه، والرجال الالقاب اللي دات ما داتهاش حيت هو رئيس، حيت كانت له فرقه مزيانه. هكا تنعامل بهذا الشيء هذا، وانتهى الامر صافي. واش سعيد؟ نعم سيدي نعم سيدي محمد. هذه النقطه اللي ذكرتي متفق معك. اوزال كانت عندنا حقاش، شحال واحد كيقول لك راه اوزال تدي ستات المو، ولكن حنا كما قلتي سي سعيد كانت عندنا بطوله فريق قوي، والدليل هو حنا كنا كننافسوا حتى الاهلي. شوف دابا انت تدافع من منطلق محب، انا ادافع، انا تنتحدث من منطلق واحد المتتبع. ما تهمني شيء شنو دارت الفرقه، تهمني بانه ان ذاك المناسبه اللي كانت تمارس فيها مارستها بشفافيه، ماشي حيت اوزل قال واحد الحكم ربح لي الرجاء ولا خسر لي الوداد ولا لا. الكره عطات هكايا، انا هكا غنمشي بهذا المنطق. اذا الرجاء دات الالقاب ديالها في الوقت ديال اوزال مستحقه، الوداد دات الالقاب ديالها. بالنسبه لي انا خليني من المحبين واللي ما تيشكوا كل يشكك، انا بالنسبه لي عمرني ما غنمس بالالقاب اللي دات الوداد في الوقت اللي كاين النصيري رئيس. هكا داير انا. المسائل الاخرى اللي هي ديال لا هذيك المقابله هذه ربحها وهذاك الحكم كان جا، انا ما تندخلش في هذه الاعتبارات، لانه ما تندخلش في هذا الشيء هذا صافي. ما بغيش يعني انه واحد يقول لا تبارك الله عليك اعطيتي لهذا الحكم، انا ما تعطي للحكام. انا عمرني ما غنمس في الذمه ديال شي واحد، تنحس بان كاين الاخطاء لسبب بسيط، حيت ما عمر هذا الممارسه قدامي. يمكن انت لا تسمع بحال الناس هذا الحكم ظلم هادو، ورا تسمع بانه راه كاين، ولكني شي حاجه قدامي لسبب بسيط. انا صحفي وتعرفوا الصحفيين عندك دير شي حاجه قدامهم، اذا عمرها ما تبات شي حاجه دازت قدامي فيها واحد التلاعب. تيبان لي كلشي شفافيه، كلشي تيبان لي خدام بالمنطق، وغنبقى دائما بهذا المنطق انا بالنسبه لي. شكرا لك سي محمد. شكرا سي سعيد. شكرا لك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. انا تنحاول نكون منطقي مع نفسي، ماشي نرضي هالطرف، لانه صعيب ترضي. الا غادخل بانه غنمس واحد، غادي نشكر واحد الجهه، الا شكرت واحد الجهه يعني بواحد الطريقه تستفز الطرف الاخر، غندير هادو ضدي. راه اصعب شيء هو انك توفق بين الجميع، وما يمكن لك توفق بين الجميع غير الا هضرتي بمصداقيه. حيت اليوم الا انتقدت واحد المقابله ديال واحد الفريق وشكرت ولا غد ليه، تنكون تأديت الدور ديالي. الا انا مع هذا الفريق يعني في جميع الحالات، انصر اخاك ظالما او مظلوما، انا ما عنديش هادشي هذا.
انا عندي تنذكر مع خلاص التاريخ ديال الفريق ما تنهضرش عليه، تنذكر على الحالات بعينها، نهضر على هذه المقابله ونهضر على المقابله ونهضر على الحكم والحكم، وما تنربطش بانه هذيك وصيفطوا هذاك وداروا هذاك وهذا ما حكمش هذه اربع سنين. هذا الشيء راه كاين ولكني انا ما بغيتش ندخل راسي فيه، اذا دخلت في راسي غندخل حتى انا بحال المحبين وغنبقاو علاش عيطوا لنا اربع المرات وهذا حكم اربع ديال المرات هذا السته ديال المرات، انا ما ندخلش في هذا الشيء هذا. ما الجماهير يجيو يقولوا هذا الشيء هذا يقولوا نتفاعل معاهم ما كاين حتى مشكل، ولكن انا ما تنحسبش حيت انا تنقرا. هذا الحكم ما حكمش الجيش هذه عام، هذا ما حكمش الوداد ست شهور، هذا ما حكمش راس مشهور. انا تيبان لي الرياضه اللي تبعتها بهذا الشكل هكايا ماشي رضا. انا تندير الرياضه اللي فيها المتعه والفراجه، تندخل داك الشيء ديال النقاش ضربه جزاء ماشي ضربه جزاء، ماشي نقاش الاخر. انا اتفاعل فيه مع المستمعين الكريم وما ديروش اولويه. وقال الى شكر المستمعين، طبعا كاين بزاف ديال التعاليق ديال الفيسبوك وديال الواتساب، خليوها الوقت اخر ان شاء الله. شكرا لكم، الى اللقاء.